يكون من خالق كل شيء؟ طب يا عمي لو وفرت على نفسك وسألتني السؤال ده كده كله باكج مع بعضه، ليش قطعت السؤال تقطيع؟ أنا أحطها براسي. اسمع اسمع، أولا كلمة الشيء هذه حينما تطلق لا تطلق كما أنت تفهمها على العموم، أن كل شيء يعني كل شيء. فالله عز وجل في كتابه العزيز تكلم عن الريح وقال بأنها تدمر كل شيء بإذن ربها. فإذا سلمت لك وقلت لك أن الشيء شيء، فهذه الريح ستدمر ربها وستدمر الملائكة لأنهم شيء. فأرجوك السؤال في حد ذاته أخي مازن غير صحيح. فالآن انتهيت خلينا نمشي حوار جميل ومفيد. انتهيت يا أخي انتهيت مازن، يا انتهيت أخي مازن، انتهيت أنت مع سألت، لحظة يا مازن دكتور أنت محمد، دلوقتي بتقول، لحظة أنت بتقول أن أنا سؤالي عارف خطأ. أنك متحمس يا دكتور محمد، أعرف أنك متحمس، لكن لحظة نعطيه أيضا فرصة ليعاقب على ما قلته أنت للتو. تفضل يا شوف مازن. يا عزيزي، في النص القرآني قد يكون هناك خطاب للعام يراد به الخاص، وخطاب للخاص يراد به العام. هذا في علوم النص وفي علوم القرآن، وهذا معروف للقاص وللداني. أما في العقليات، ونحن نتحدث الآن في العقليات، لا أتحدث ولا أقيم عليك دليلا من النص القرآني، نحن نتحدث بالعقليات في أمور العقيدة. هناك شيء أو لا شيء؟ اللا شيء هو العدم. الآن هل هناك شيء؟ أنا لا أسألك عن الحكم، عن الأحكام داخل الشريعة، عن حكم الكفر. أنا أسأل هل هناك شيء اسمه الكفر؟ هل هناك كفر؟ هل الكفر هذا شيء أم ليس بشيء؟ عدم. سؤالي بسيط جدا، إن يا قلت أن الكفر، إن قلت أن الكفر ليس بشيء، أصبحت أنا لست على شيء، وأصبح لا يوجد هناك كفر في العالم أصلا، لا يوجد شيء اسمه الكفر. أما إن قلت أن الكفر شيء، سأسألك من هو خالق كل شيء؟ هل الإله هو خالق متفرد بصفة الخلق، أم هناك خالقين غير الله؟ لا إله إلا الله، يا أخ مازن، يا أخ مازن، تعرف أنت ماذا فعلت؟ أنت قالوا له وين وذنك؟ قال هي وذني، شوف لف كذا. يا عمي السؤال سهل وبسيط جدا، تركت اسألني، الفسحة لما زنقت. قل لي هذا الإله، هذا الإله خلق كل شيء، فلماذا خلق الكفر؟ ولماذا خلق الشر؟ ولماذا خلق ولماذا؟ هذا السؤال الواضح. أنا مش مهتم أما بسؤال تقول لي لماذا؟ هل الكفر شيء؟ نعم يا سيدي الكريم، الكفر عزيزي شيء. إذا دكتور، أنت تريد أن تدخل من هذا الباب أنا سأجيبك، الكفر شيء، إن أنت ارتكبته ستصبح معرضا للجزاء، وستصبح قد قمت بجنحة واستحققت ما يأتي في حقك. بارك تفضل. الله فيك، بارك الله فيك. الكفر شيء، أين محل خلق الكفر؟ هل الكفر يخلق في الهواء، في الأشجار، في البحار، في الأنهار، على رؤوس الجبال، أم الكفر يخلق في قلب الكافر؟ ما إذا أين محل أنت خلق تثبت الكفر؟ لي الآن بماذا أنت حي سأثبت لك ذلك. أنت الآن تتكلم، بماذا تتكلم؟ ما أين يخلق الله الكفر؟ هل يخلقه في الهواء نتنفسه؟ هل يخلقه في الماء؟ أم يخلق الكفر لا، في قلب الكافر؟ أين يخلق الكفر؟ هذه الأمور لا تخلق كما أنت تشاء وكما أنت تتصور، تمام؟ والدليل أنك أنت الآن تتكلم، من الذي أطلق لسانك؟ أثبت لي القوة التي تجعلك الآن تتكلم، ما هي القوة التي تحركك؟ تفضل. الرد على السؤال، اتفقنا ترد على سؤالي ثم تسأل سؤالك. لا ما تسأل. أين يخلق الله لا الكفر؟ لا، شوف شوف أخي أين الكريم، يخلق الله الكفر؟ هذه أسئلة الذي يريد أن يهرب من الحقيقة، خليك في الحقيقة، أين يخلق لأنك الله أنت الكفر؟ الآن تسأل في سؤال أصلا غلط. الآن نرجع إلى أساس موضوعنا، أين وأنا قد سألتك يا أنت أخي لما تقول مازن، لي أخي سؤالي، مازن طالما سؤالي لا أنا، يوجد فيه مغالطة اسم منطقية فهو اسم سؤال لا خطير. لا 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 لا، سؤالك غلط من سأسه إلى رأسه، يرحم يوجد أن الوالدين. أنت غلط. الآن أنا أسألك، قلت لي أن هذه الدنيا أنت لا تعرف من خلقها، إذا أنت إنسان تجهل الحقيقة. سأمشي معك إلى أكثر من هذا، أنت إذا مت ما هو مصيرك؟ تفضل أخي مازن. سؤال غلط، هتلعب لعبة سؤال غلط هلعبها معاك. طالما سؤالي، ما تقطعنيش دلوقتي، ما لا تقطعنيش، شوف ما تقطعنيش، ما تقطعنيش، يا ما مازن، تقطعنيش. يا مازن، يا مازن، أنا الآن معاك وأنت بدأ بتتكلم. ضعفك يبان للجميع، لا تقاطع، لأنك أنا لست بتكلم، صاحب حجة أنت بتتكلم، أنا ولست بعاقبه صاحب يعني، وأنت بيان، بتتكلم أنا وأنت بعاقبه تتعرض أنا أو بعاقبه تطرح طب نقطة لي نظام يا أسئلة إخواني، نقطة نظام، كلها اسمح لي خطأ، دكتور محمد، اسمح وحينما لي مازن أنا معلش. حطيتك في المكان الصح يا دكتور محمد، أصبحت أنت ما خدتش تتهرب. بالك إن أنت قطعته؟ أنت ما خدتش بالك دلوقتي أنت قطعته؟ هو تفضل بيتكلم، أنا ما ها فيش فرصة هي كمان؟
سأسكت، تفضل. شوفي عزيزي، السؤال الخاطئ هو السؤال الذي يوجد فيه مغالطة منطقية. طالما أسئلتي لا يوجد فيها مغالطة منطقية وأنت غير قادر على تبيان مغالطة منطقية في السؤال، فلا يحق لك أن تقول أن السؤال خطأ. السؤال خطأ عندما أجمع فيه ناقدين أو يكون هناك فيه مأزق مفتعل أو إلى آخره. التهرب ووصم أي سؤال أنا أسأله بأنه سؤال خطأ، يمكنني بالمثل أن أصف أسئلتك بأنها أسئلة خاطئة، صحيح. مثل ما حصل. فعلت لحظة الآن بالضبط مازن، أنا وقلت أن آسف، سؤالك لحظة خطأ. مازن، أوكي لحظة يا جميل، مازن، لحظة يا أنا دكتور لن محمد، أجيب لحظة عن سؤالك أنا قبل أسأل الأستاذ أن محمد تجيب صالح. عن سؤالي أين يخلق الله كان الكفر؟ لدي تعليق فقط، معلش أستاذ مازن، كان أستاذ محمد صالح لدي تعليق، أنا آسف، نريد أن نسمع، تفضل يا أستاذ محمد. لا، أنا أقول أن الدكتور محمد في البداية نفس الأسلوب يعني استخدمه، لما سأله هل الكفر شيء قال السؤال غلط، ثم بعد ذلك لما فهم الليلة قال نعم الكفر شيء، والآن لما يسأله أين محل خلق الكفر، هل هو في القلب أم في الموجودات، فلأنه يتهرب فقال لا السؤال غلط. أنت حاول لما ما تفهم السؤال قل ما قصدك بذلك، بدل ما تأتي وتستخدم جهلك وتقول أنه هذا السؤال غلط، يعني عادي اسأل عن معنى السؤال أصلا. طيب نرجع الآن إلى موضوع إلى مازن، الأستاذ أحمد، مازن لم نرجع إلى نرجع مازن. نرجع الأخ مازن ليست له بضاعة مع احترامي الشديد. الآن السؤال المطروح، بضاعة الأخ مازن، ما هو الأخ مازن، ما هو الأخ الحق مازن وما لو هو الباطل؟ لحظة أخرجوا يا لنا مازن، علماءكم دي تاني مرة تشخصن مع مازن، وصناديدكم، دي تاني مرة، دي تاني مرة ما هو الحق وما هو الباطل؟ هو ما سألناكم. مارس الشخصنة معك الكوكب خالص مازن، المساجد هذه اتركوها، لم يمارس هذا. معك الشخصنة ولا مرة يا ما دكتور محمد، في ما مازن، في أنا سألت محترم. سؤال الرجل، قلت له من خلق لحظة الكون؟ قال لي أنت لا مارس أعرف. عليه شخصنة مرتين، الرجل ما يعرف من خلق الكون، كيف سيعرف البقية؟ إذا إنسان لا يعرف من خلقه، أنت لم تعرف، أنت لما سئلت عن هل الكفر شيء أم لا، يا راجل سيبك هذا السؤال يا محمد صالح، دكتور محمد اتركك من غوغائية المساجد، ترى ليس سؤال، هذا ليس سؤال، سيبكم، ادخل في صلب الموضوع. لو لم يكن سؤالا والتسجيل والكلام مسجل، ما قلت بعد ذلك وأجبت عليه وقلت نعم الكفر شيء، هو سؤال غير واضح، هو سؤاله فلوس، سؤاله رمادي، سؤال غير واضح يا سيد أحمد، يا سيد محمد، السؤال كأي مؤمن. لا أنا أسألك أنت، أنا الآن أريدك أنت، أنا أريدك أنت، أترك مازن، أريدك أنت أيها الصنديد، أنا أريدك أنت، أنت الآن، أنا تمنيت أن ألاقيك في أكثر من مرة، الآن أسألك أنت، لو أنت بالحق أخرج الآن، اسمع اسمع، أنت كل يوم تفتح في لايف وتتكلم، لو أنت صادق حط إيدك على شواربك والآن تناقش معي، تفضل. ولو تسكت للحظات، حاول ولو تسكت، فهمت؟ لا تستطيع، ولو تسكت للحظات ممكن لا تستطيع، انت لا تستطيع، تفضل يا مازن، تفضل يا مازن، ملحوظة سريعة، احنا جالسين الان ساعة بنستمع لهذا الهراء الذي تقوله، احمد احمد واستاذ محمد صالح، انا عايز اقول لكم على ملحوظة سريعة بس عشان انا عارفها من كلاب هاوس، اسمعوني بس بسرعة. الاسلوب اللي بيستخدمه بعض المسلمين في استخدام مايكروفون حساس، اسمعني كويس يا استاذ محمد، فعلا الملحوظة دي مهمة، اسمعها لي ده ضروري. في أسلوب بيستخدمه بعض المسلمين وهو استخدام ميكروفون حساس أو بيعلي درجة حساسية الميكروفون بحيث أنه دائما يكون صوته أعلى، فدائما هيقاطع، دائما صوته هيكون عالي، وهذا الأسلوب علشان يبين أنه هو بالصوت العالي عنده حجة أقوى. الأستاذ محمد، الدكتور محمد بيستخدم نفس هذا الأسلوب اللي بيستخدمه كل الأغلب الناس اللي بيتصدروا الآن للدعوة وللنقاشات على التواصل الاجتماعي، عليه أن يخفض من صوت الميكروفون ويبتعد عن صوت الميكروفون ليصبح مستوى صوته على مستوى صوتنا لنستطيع إكمال النقاش. ده رقم واحد، رقم والله واحد. والله يا أخ مازن، ولا عندي عزيزي ميكروفون عزيزي، معلش أنا عارف، أنا بدرسكم بقالي 3 سنين وعارف الأساليب اللي بتستخدموها كويس قوي، واللي خلقني وخلقك وخلق هذه الدنيا، ارجع بعيد عن الميكروفون، ولا عندي ارجع. ميكروفون ولا ارجع اعرف حتى كيف اركب مايكروفون في التليفون. هاي ارجع بعيد، بركه من ربنا يا مازن، احنا سامعينك، دي بركه من ربنا مازن، لا لا معلش انا عارف والله، عارف الاسلوب دوت وصدقوني يا مازن، يا استاذ مازن والله اني صحيت من النوم، شوف شعري وشوف حالتي، اني صحيت من النوم،
ولا عندي ميكروفون. دكتور محمد انت منورنا. ارجع لورا بس. على حبيبي. ولا عندي ميكروفون. انا عندي ملاحظه واحده بس. طب بص بص انا حتكلم بالهدف. واحده بس عندي ملاحظه واحده عليك. انت 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 انجرفت الى الشخصنه مرتين مع مازن. انا اعتذر. انا اعتذر. انا حتكلم بالشخصنه. اوكي. طب ثواني. يا استاذ مازن. العين والراس يا رجل. حبيبي. حبيبي. يا استاذ مازن الله يرضى عليك. الان اريد ان اسالك سؤالا واضحا. من الذي يدير هذا الكون؟ تفضل. اوكي السؤال بتاع من الذي يدير هذا الكون فيه مغالطة منطقية اسمها مغالطة المصادرة على المطلوب، فأنت افترضت أن هناك من يدير ثم سألت عن من هو، في حين أن السؤال الصواب بدون مغالطة المصادرة على المطلوب يكون هل هناك من يدير هذا الكون؟ ده بيكون السؤال الأصح في الخطوة الأولى قبل أن تصادر على المطلوب. فإجابتي لو ستعدل السؤال ليكون سؤالا صواب سيكون الإجابة أيضا لا أدري إن كان هناك شخص أو كيان يدير هذا الكون أم لا، ويبقى عليك سؤال لم تجبه من المرة الأولى. ألزمك ولن أجيب على أي سؤال قبل أن تجيب أنت على السؤال الباقي عليك من المرة الأولى. أين يخلق الله الكفر؟ ما هو محل خلق الكفر؟ هل طيب. الكفر يخلق في الهواء، في الماء، في الأشجار، في الجبال، أم أن طيب. الكفر يخلق في قلب الكافر؟ طيب. أجب عن السؤال. لن أجيبك، سأمشي للسؤال اللي بعده. ما معنى الحياة وما معنى الموت؟ ما هي الحياة وما هي الموت؟ من حقه مرتين، مش من حقه يا أحمد. إيش اللي مو من حقه؟ ماذا لا تجيبه دكتور محمد؟ ما تعرف تجاوب خلاص. يا سيدي اعتبر أنه الجواب في صالحك، سجل له نقطة يا أستاذ أحمد، أهو غلبني في السؤال ده. اعتبر لا أعلم. أوكي لا أعلم. أوكي إذا إذا لا أعلم. أوكي هذا يحترم، هذا يحترم، هذا يحترم، هذا يحترم، هذا يحترم. أنا قلت لك لا أعلم، خلاص يا سيدي سلمت لك. سلمت لك. تحترم على الرأس، على العين، هذه إجابة تحترم. هو لا يعلم. الآن الآن هل ممكن أن تكمل يا مازن؟ هل ممكن أن تكمل حجتك بعد أن قال لك لا أعلم؟ تفضل يا أستاذ مازن. إذا كان الأخ قد حاد على الإجابة على السؤال، من خلق الكفر في قلب أبي لهب؟ من خلق الكفر في قلب أبي لهب؟ أولا أبو لهب إنسان له إرادة، وإرادته هي التي اختارت الكفر، والله عز وجل هداه النجدين وهداه السبيلين ورزقه الاختيار. فأنت الآن هل أحد أجبرك أن تأتي إلى هذا اللايف؟ لا يجبرك أحد، أنت جئت بإرادتك وبمحض عقلك، وأنت إنسان مكلف وستسأل عن كل حرف وكلمة وكل إرادة أنت تفعلها في هذه الدنيا. إرادة أبو لهب في الكفر حادثة أم قديمة؟ أنت تعرف شنيه مشكلتك؟ أنت مشكلتك أنك تريد أن تضحى بالحق. لا تشخصني، لا تشخصني. رد على سؤال، إرادة أبو لهب في الكفر حادثة أم قديمة؟ كيف حادثة أم قديمة؟ هي حادثة، هو الذي أحدثها. ولكن نعم الله يعني كذا حادثة. نعم أحسنت، أحسنت، أنت قد أجبت. حادثة هي نعم. حادثة نعم. لكل حادث ماذا؟ شنيه لكل حادث؟ لكل حادث من الذي أحدثها؟ لا لا، شفت أنت، قلت لك أنت أسئلتك غلط. لما تأتي وتقول لكل حادث محدث، لكل حادث محدث الذي يتعلق بالخلق الذي ينفرد به الخالق، لكن أنت إنسان جئت في دنيا وعليك اختبار وأنت وافقت على هذا الاختبار، والدليل أنك الآن. خليني أجاوب عاد. شوف دلوقتي أنا بديت أفهمك، دلوقتي أنا بديت أفهمك، أنا دلوقتي بديت أفهمك، خليني أجاوب. وأنت إنسان تريد الحياة، والدليل أنك الآن ترفض الموت وأنت تريد هذا الاختبار وأنت موافق عليه، والدليل أرجع وأقول لك أنك لا تريد الموت. إذن تريد أن تقول لي بأن الله خالق كل شيء، إذن الكفر خلقه الله والسارق خلقه الله؟ أقول لك لا، وإنما الله عز وجل أعطاك هذه الإرادة وشاء سبحانه بقدره الكوني أن خلق هذه الأفعال لك، مع أنك تستطيع وأنت اخترتها. إذن الله ماذا يقول؟ وإن تشكروا يرضاه لكم وإن تكفروا لا يرضى لعباده الكفر. فأنت لماذا تريد أن تلصق أفعال العباد بربهم والله عز وجل أعطاهم قدرة وأعطاهم مشيئة وأعطاهم اختيارا؟ تفضل. ممكن بقى إجابة مختصرة سريعة؟ إرادة أبو لهب حادثة أم قديمة؟ قلت أنها حادثة. كلام فاضي علي المحاضرة، أنا سمعتها مرة.
لا تعيد علي المحاضرة، أنا عايز إجابة بسيطة. بما أن إرادة أبي لهب حادثة، فمن أحدثها؟ هو الذي أحدثها. بارك الله فيك. إحداث أبو لهب للإرادة، هذا فعل، هذا الفعل تم بإرادة أم بدون إرادة؟ بإرادته هو. لحظة، الإرادة الأولى إرادة في الكفر رقمها واحد، أحدثها أبو لهب، هذا الإحداث هو فعل، تم بإرادة أم بدون؟ قلت أنه تم بإرادة. نعم. تمام؟ أصبح عندنا الإرادة رقم اثنين، الإرادة رقم اثنين دي حادثة أم قديمة؟ ماني قلت لك حادثة. لا، سلمت رقم اثنين، دي رقم اثنين. اللي هي إيش؟ الإرادة الأولى إرادته في الكفر، قلت نعم. أنها حادثة. قلت نعم. لك من أحدثها؟ قلت أبو لهب هو نفسه من أحدثها. قلت لك إحداثه لهذه الإرادة هو فعل، هذا الفعل تم بإرادة أم بدون؟ قلت بإرادة. كده بقى في عندنا إرادة تانية سابقة على إرادة الكفر، هذه الإرادة رقم اثنين، حادثة أم قديمة؟ حادثة، لأنه أحدثها. مين؟ بما أنها حادثة، من أحدث هذه الإرادة رقم اثنين؟ ماني قلت لك هو الذي أحدثها. لا، أنا بتكلم على الإرادة رقم اثنين، مش إرادة. نعم، هو الذي أحدثها، ولكن هذه الإرادة أحدثها. إحداث لهذه الإرادة، إحداث للإرادة رقم اثنين، هذا فعل، هذا الفعل تم بإرادة أم بدون؟ بإرادته. نعم. هذا الفعل تم بإرادة، الإرادة دي رقمها رقم ثلاثة، هذه الإرادة رقم ثلاثة. كل أفعال الإنسان بإرادته. أجيب لك من الآخر. لا، مش عايز استنتاجات، أنا ماشي معك خطوة بخطوة. أنا ألزمك الآن التسلسل، أنا ألزمك التسلسل يا عمي. جيب من الآخر، أنا قلت لك كل إرادة الإنسان هي بإرادته. ماذا تريد أنت الآن؟ الكليات اللي أنت بتطلقها أنا مش معني بيها، أنا معني بالبرهان. أنا معني بالبرهان، الإرادة رقم ثلاثة التي أحدثها أبو لهب، التي أحدث بها الإرادة رقم اثنين، والتي أحدثت إرادة الكفر، هذه الإرادة حادثة أم قديمة؟ يا سيدي الكريم، أخبرتك حادثة يا مازن، حادثة يا اخي. ما ادري يا احمد، قلت لك السيد هذا مانيش فاهم. انت الان الزمك التسلسل، ان التزمت التسلسل بان هذه الاشياء تتسلسل وانا الزمك التسلسل، فانت لزمت النقيض، يعني عندك مشكله في العقل وفي المنطق. ان التزمت التسلسل، المشكله اللي عندي انا في العقل وفي المنطق الصانع. هات خلينا نشوف. ها، يلزمك ان التزمت التسلسل، يلزمك نفي الصانع. يا سلام، ليش؟ وأبو لهب حينما فعل هذا الأمر فعله في دنيا أخرى ولا في دنيا الخارج؟ إن التزمت التسلسل في النقاش العقلي، يلزمك في نفس النقاش العقلي نفي الصانع. لا، إذا فهمتك أنا الآن، سأجيبك الآن. أولا، هذه الإرادة التي أنت تتكلم عليها، تسلسل العلل يلزم منه نفي الصانع يا عزيزي. لحظة، اسمع، الله عز وجل حينما خلق الإنسان هنالك هذه الإرادة التي أنت تتكلم عنها، أعطاه الله إرادة، هذه الإرادة مقسومة إلى قسمين، من الناس من يريد الخير والله يعينه عليه، ومن يريد الشر الله عز وجل يجعل له باب الشر. إذن ما تفعله أنت من إرادة هو لا يخرج عن إرادة الخالق سبحانه، لأنك أنت في هذه الدنيا وتحت إرادته وتحت مشيئته. فأنت إذا اخترت الكفر لا تقول الله هو الذي كتب علي لأني أنا أعيش في دنياه، فأنت اخترت. الآن أنا أريد أن أسألك سؤال، إذا جاء أحمد يريد أن يضرب. لا، أنا ما بحبش الخطب وما بحبش الأمثلة يا أخي. مش خطب، أنا جالس أشرح. أنت باقي تتكلم لك خمسة دقائق تتكلم. أنا سؤالي بسيط، إرادة أبو لهب. يا سيدي الكريم، سؤالك مثل ذلك الديك المذبوح الذي يرقص. يا رجل اسمع الكلام، الله يرضى عليك. أنت الآن تريد أن تنصف إرادة المخلوق بالتكوينية والتشريعية. أنا والله يعني أنت الآن اسمع أنت الآن سؤالي بسيط، أنت الآن إرادة أبو لهب في الكفر حادثة أم قديمة؟ يا ولدي جاوبناك وقلنا لك إرادة محادثة، وأبو لهب هو الذي اختار، والله عز وجل ترك له الإرادة، والله عز وجل خلق هذه الدنيا وجعل فيها إرادة. يا دكتور ما تاخدنيش على كتفك وتمشي تسرح بيا، انا ما بحبش كده. جمله جمله، خطوه بخطوه، الاراده بتاعت ابو لهب قلت ان هي حادثه، قلت لك من احدثها؟ قلت ابو لهب، قلت لك احداث ابو لهب للاراده هذا الفعل تم باراده ام بدون؟ قلت باراده. وصلنا للاراده الثانيه وتسلسلت معايا وهتمشي في التسلسل، قلت لك ان التزمت التسلسل يلزمك نفي الصانع.
لا تستطيع إثبات وجود إله أصلا. أبويا تسلسل إيش؟ الله يرحم والديك، أنت جالس تتكلم كلام من راسك. أي تسلسل؟ أبو لهب حينما اختار الكفر انتهى خلاص، عمل إرادة واحدة. هذه الإرادة، لحظة، هذه الإرادة انتهت. بما أنها حادثة فهناك من أحدثها. إيش فهنالك من أحدثها؟ نعم، الله عز وجل أعطاه الاختيار وأعطاه القدرة بأن يختار الكفر. ما تقعدش تجري وتقول كلام غير معني، أنا غير معني بهذا الكلام. من أحدث هذه الإرادة في الكفر؟ يا سيدي الكريم، أنت لماذا تأخذ جزء من ويل للمصلين وتسكت؟ ما الذين هم عن صلاة ينساهون؟ إيش فيك أنت؟ من أحدث الإرادة في الكفر؟ أبو لهب أين موجود؟ لحظة، أبو لهب هذا اللي أنت بتتكلم عنه فين موجود؟ أنا أبو لهب، أنا الآن. أنت أبو لهب أين موجود أنت الآن؟ أنا موجود في بيتنا. ها وبعدين؟ جميل، أنت موجود في بيتك وموجود في هذه الدنيا واخترت هذا الكفر. هل أنت وقف اخترت الكفر بإرادة أم بدون إرادة؟ بإرادتك أنت. حلو، إرادتك دي مش مهمة. لا مهمة جدا. بإرادتك الآن. أنت لماذا تريد أن تلزم إرادتك للخالق؟ تبرهن عليها، أنت اخترتها، يجب عليك أن تبرهن. إذن أنت الآن تريد أن تسأل هل للإنسان اسمع سؤالك الآن، هل للإنسان إرادة أم الإنسان في هذه الدنيا مجبور على ما يفعله؟ هل هي بالحب كده أنت بتقولها بالحب كده مطلقة ولا يلزمك برهان؟ يلزمك برهان الآن. أنت اسمع الآن، أنت سؤالك صار واضح الآن، الإنسان مجبر على ما يفعله أو الإنسان مخير فيما يفعله، صح ولا لا؟ مهتم بالنتيجة، نمشي خطوة بخطوة ونشوف البرهان العقلي بيوصلنا لفين. يا عمي هو الإنسان لما يعمل تجربة يحكم على النتيجة ولا يحكم هو لسه في التجربة؟ لحظة يا مازن، أنت تغالط. أنت دلوقتي حتعمل تجربة، ده أنا حعمل له تجربة، هو التجربة تخرج النتيجة بعد ما تنتهي التجربة ولا إحنا لسه في التجربة وأنت تقول لي ده تسلسل ده تسلسل؟ تسلسل إيه؟ الله يرحم الوالدين يا صاحبي. طيب اعطيني النتيجه بتاعت التسلسل ده يا دكتور. ابو لهب بعد ما اختار الكفر، ثواني، بعد ما ابو لهب اختار الكفر، ابو لهب دلوقتي ميت ولا حي؟ جاوبني. طيب بص يا دكتور، لا جاوبني ابو لهب ميت ولا حي؟ انا كافر. لا حشاك، انا لا اتهمك بالكفر. اسمع انا لا اتهمك بالكفر. لحظه يا دكتور، ما ينفعش. اين ابو لهب الان؟ ابو لهب موجود ولا ميت؟ جاوبني. انت مش سايبني اتكلم. لا انت جالس تغالط في نفسك. ابو لهب فين دلوقتي؟ ابو لهب فين؟ ممكن تسمع؟ اين ابو لهب؟ لن اجاوبك. اين ابو لهب؟ ايوه اين ابو لهب؟ لحظه، هجاوبك دلوقتي على السؤال. اتفضل. اين ابو لهب؟ اهدى شويه، اسمع شويه. اولا حضرتك مسلم، ما تقعدش تجيب لي كلام من عندكم من العقيده. انت المشترك الوحيد اللي بيني وبينك اللي نقدر نقيم بيه نقاش هو هذا العقل. جميل، بالعقل الان انا اسالك فين ابو لهب؟ لا ممكن لحظه بدون مقاطعه؟ تفضل. لو انهيت كلامي من غير ما اقول لك اين ابو لهب، ابقى اقول ان انا انقطعت. العقليات هي المشترك اللي انا وانت بنتكلم بيه مع بعض. حاضر. فما تقعدش تقول لي الله خلقك ودي ارادتك والله بيقول، انا ماليش علاقه، انا ما اعرفش في اله ده ولا ما فيش. انا عايز اسال، انا عايز اوصل معاك للاله. ما تجيبليش النتيجه اللي انت عايز توصلها تبرهن بيها. احنا في طريق البرهان للاله. تفضل. النقاش ده الهدف منه ان انت تثبت اله بالاساس، صح كده؟ حل. يبقى ما ينفعش تجيب لي اقوال مزعومه لهذا الكيان لتستدل على هذا الكيان، ده استدلال دائري يا مولانا، ما ينفعش تستخدمه في الامور العقليه. انا مش مسيحي ولا انا يهودي ولا انا مسلم شيعي عشان تقول لي الاله قال وارادتك. كاف الخطاب دي لابد ان تبرهن عليها. الان ابو لهب في قبره، انتهينا منه، اديني جاوبتك على السؤال. سؤالي بسيط جدا، انا دلوقتي انا كافر. أنا كافر، إرادتي في الكفر، اختياري للكفر، هذه الإرادة بما أنها حادثة فهناك من أحدثها. إن قلت أنني أنا مازن هو من أحدث الإرادة، إحداث الإرادة في ذاته هو فعل. هذا الفعل إما أنه تم بدون إرادة أو بإرادة. إن قلت أن فعلي في إحداث الإرادة تم بإرادة لازمك تسلسل. ليه؟ لان انت قلت ان انا اللي احدثت الاراده. عارف انت واخد بالك المشكله اللي انت واقع فيها؟ كل مره هتقول ان انا اللي احدثت فيها الاراده بتاعتي في الفعل او في الترك يلزمك التسلسل، ومن التسلسل يلزمك نفي الصانع، لانك تجوز تسلسل العلل. واضح الكلام؟ مش تسلسل الاثار، يلزمك تسلسل العلل. انت على الميوت يا دكتور.
إذا خلصت قل لي إنك خلصت عشان أنا أتكلم. أنا انتهى. خلصت؟ أيوة يا ريت نبقى كده حلوين مع بعض. اتفضل. أولا أنت لم تجب على أين أبو لهب وأنت قلت في قبره، وأنا أتحداك لو تفتح القبر وتجد أبو لهب، لن تجد لا أبو لهب ولا أبو بطيخ، ده رقم واحد. رقم اثنين، أنت تقول يجب علينا التسلسل، التسلسل يكون في من حياته أبدية ولا ينتهي، ولكن أبو لهب قام بأفعاله وانتهت حياته ودلوقتي هو في جهنم وبئس المصير. إذن أنت لا تطلب التسلسل على شيء سينقطع، لما تجيب لي حاجة تستطيع أن تكون باقية لا تفنى ساعتها أنا سأسلم لك بالتسلسل. إذن الأفعال تنتهي بانتهاء صاحبها. فتكرما منك يا أستاذ مازن تمر للي بعديها عشان الكلام ده ممشاش معانا وما كانش فيه أي نتيجة لك. هات اللي بعده. عقلا هذه القطعة من الورق، عقلا إن كان طول هذه القطعة 10 سنتيمترات يجوز أن أقسمها نصفين؟ إيه؟ قطعة طولها 10 سنتيمترات عقلا وليس عمليا، عقلا تقسم نصفين؟ يا عمي ايه الكلام ده؟ رد على سؤالي بسيط والله. والله سؤالي بسيط، مش عارف انت ليه خايف؟ سؤالي بسيط والله. انا اول مرة يا عمي تنقسم حتى 10 اقسام وبعدين رد على سؤالي، عقلا تقسم نعم. نصفين؟ تقسم ايه؟ والنصف دوت عقلا يقسم نصفين؟ ايوه. والنصف دوت عقلا يقسم نصفين؟ ايوه. هل هناك حد عقلي للانقسامات؟ نعم، ستنتهي بك القطعة وما عادش في حاجة تقسمها. عقلا مش عملا، التقسيم عقلا له حد ينهيه ويوقفه ام انه جائز الى ما لا نهاية؟ انا سأقول انت كده ورطت نفسك توريطة سودة. انت الان تريد ان تثبت ان العقل والعمل لا يلتقيان، وممكن أن يشتغل العقل بدون عمل. طب العقل إذا اشتغل على غير العمل حيشتغل على إيه يا أستاذ؟ ما تسمعش عن حاجة اسمها المجردات حضرتك؟ أي مجردات؟ هو ربنا ادانا العقل عشان نقعد كده نخلبص بيه وخلبيس، ولا عشان نطبقه فيما يجب أن نطبقه؟ خارج الذهن في أرقام خارج عقلي وعقلك، هل هناك أرقام؟ وش حتستفيد إذا أنت جلست تفكر كده وتلخبط وحدك؟ هل التجريد صحيح أم خاطئ؟ الرياضيات صحيحة أم خاطئة؟ أنا ما في، هو أنت عقلك ده جالس تستخدمه في اللخبيط والشخبيط والكلام ده، ولا جالس تستخدمه فيما ينفعك في هذه الدنيا؟ خارج الذهن هل هناك أرقام أعداد 1 2 3 4 خارج الذهن؟ يا عمي إيش دخلنا إحنا في خارج الذهن؟ أنا الآن حواري معاك على هذا الرب عديدي. بالعقل انت دلوقتي بتكلمني بذهن وتقطيع ورقه يا راجل والله. طيب العظيم الناس بتضحك علينا يا اخ مازن. بص يا استاذي، لما انت بتقول ان انا لما اتكلمت عن الاراده فهي اراده شيء انتهى وخلصنا منه وهي لا يمكن ان تتسلسل، انا هنا بضرب لك المثال العملي على خطا كلامك. ليه؟ هذه القطعه المستقيمه اللي طولها 10 سنتيمترات يجوز ان احنا ننقسم فيها ونتسلسل فيها الى ما لا نهايه، رغم انها منتهيه لها نقطه بدايه ونقطه نهايه. مش معنى ان هي لها نقطه بدايه ونقطه نهايه ان لا يمكن الانقسام فيها والتسلسل الى ما لا نهايه. فاستدلالك انا عشان لما اجي اقول لك ان كلام حضرتك خاطئ بالدليل وبالبرهان بالاستدلال العقلي ان التسلسل الى ما لا نهايه داخل المنتهي جائز. طب القطعة المستقيمة يمكن أن تنقسم إلى ما لا نهاية من قطع مستقيمة. طيب أنا دلوقتي حتى وهي منتهية الطرفين. حتى طيب. وهي منتهية الطرفين. يبقى كلامك أو النقطة اللي حضرتك أخذتها عليا وأنت بتقول لي إن بما أن أبو لهب متناهٍ فلا يجوز التسلسل داخل المتناهي، بقول لك لا خطأ. وأقمت عليك الدليل بأنه هو خطأ. نعود مرة ثانية، تلتزم التسلسل في الإرادات أم أنك لابد أن تخرج من التسلسل وتثبت أن هناك خالق واحد على الحقيقة هو من يحدث كل الأشياء، فهو الذي أخرج هذه الإرادة من العدم إلى الوجود، هو الذي رجحها لأنه هو المرجح الأوحد لإخراج الشيء من العدم إلى الوجود. يا إما أن تقول هذا، يا إما أن تقول بأن الإرادة في الكفر كانت قديمة مع الله. ما أمامك حل ثاني؟ تفضل. خلصت؟ طيب
أنا دلوقتي فهمتك وفهمت محتواك وفهمت كل اللي أنت عايزه، فأنا دلوقتي حبدأ معك حوار عشان 1200 شخص دون يفهمونا. ما هو العقل يا أستاذ مازن؟ عرف للناس بالعقل، ما هو العقل؟ العقل هو العمليات التي تجري داخل الدماغ البشري، داخل المخ البشري، الموجود في الجمجمة، ونستطيع أن نرصدها، ونستطيع أن نؤثر عليها، ونستطيع أن نسرعها ونبطئها، وندخلها في حالة خمول بمواد كيميائية وكهربائية بسيطة. أي ادعاء بأن العقل موجود في الصدر أو في أي مكان غير هذا المخ عليك بإثبات دليل طبي. نحن لدينا عشرات التجارب العلمية أن العقل هو العمليات التي تجري في هذا المخ من تركيب واستنباط للحقائق. اتفضل. يعني من كلامك نفهم أنه العقل هو اللي ماسك كل حاجة، صح؟ أنا قلت العقل هو العمليات التي تجري داخل الدماغ البشري، هو محمول على موضوع، الموضوع هو المخ، المحمول عليه هو العمليات العقلية. جميل، أعطيني أمثلة لذلك. الله يطول لي عمرك. التجريد، عملية التجريد التي نقوم بها هي عملية عقلية. لا يوجد ما يسمى إنسان خارج الذهن، الإنسان هو مفهوم تجريدي منتزع من الدكتور وأحمد والأستاذ محمد صالح، ننتزع السمات المشتركة بينهم لنطلق لفظ تجريدي يسمى إنسان. هذه عملية عقلية، الرياضيات، الأعداد، كل هذه عمليات عقلية. طيب، بارك الله فيك. الآن أنت قلت أنه كل شيء في العقل، والعقل هو الأساس وكل شيء. أنا سأبدأ معك أول سؤال. ما قلت كل شيء في العقل، لا شوف أنا هقطعك لما تقولني شيء أنا ما قلته. طيب، نص كلامي واضح. طيب، طلبت مني تعريف العقل، عرفت لك العقل. طيب، هل كل حاجة أنا قلت لك العقل هو كل شيء. طيب، هل كل حاجة نعرفها بالعقل ولا في حاجات؟ طيب أوكي. هل في تعريفي دكتور، هل في تعريفي أنا نطقت بكلمة العقل هو كل شيء؟ طيب، العقل خلي على جنب الكلمة دي، اعتبرني ما قلتها. أقول لي كلام أنا ما قلتوش. لا، أنا اللي فهمت من كلامك، خليني أسألك أكثر. هل هنالك أشياء تأخذ منطق كلامي مش ما تفهمه؟ حلو. هل هنالك أشياء لا يدركها العقل، أم العقل يدرك كل شيء؟ نحن لدينا عقل يستقبل عن طريق الحواس ويتعامل مع ما يستقبله بعمليات عقلية ليستنبط منها أشياء بسيطة. أرجع أعيد لك السؤال لأنه أجوبتك كلها عايمة ومش محدودة. هل العقل يدرك كل شيء، أم هنالك أشياء لا يدركها العقل؟ واضح السؤال، ما تعطيني الجواب عائم، خليك واضح. تفضل. ما لا يدركه العقل بالضرورة نحن لا نعرفه، طالما لم ندركه فنحن لا نعرفه يا عزيزي. خليني أذن أسجل، العقل لا يدرك كل شيء، صح ولا؟ ما قلتش كده يا عمي، والله شكلها الليلة مش فايتة يا عمي. العقل يدرك كل شيء ولا لا يدرك؟ ما لا يدركه عقلنا نحن لا نعرفه. طيب، إذن هنالك أشياء العقل لا يدركها. أنا جالس بكتب عشان ما أظلمكش. العقل هنالك أشياء لا يدركها، صح؟ تاني حضرتك، جملتك جملة إثبات، عليك أن تقيم فيها برهانا أن هناك أشياء لا يدركها العقل، هي موجودة وأنت تقطع بوجودها رغم أنك لا تملك أداة غير نفس الأداة التي لدي وهي هذا العقل. فأنا هنا أسألك، كيف قطعت بوجود أشياء لا ندركها أنا وأنت عقلا؟ طيب، أنا مش هكمل في السؤال ده، اسمع السؤال ده. هل العقل كامل أو ناقص؟ خلينا نشوف الليلة. مش غير هذا العقل ولا أملك أي أداة، لا أملك غير هذا العقل ولا أملك أداة أخرى غير طيب هذا. هل العقل هذا كامل ولا ناقص؟ هل هو كامل الكمال أو ناقص؟ هذا العقل له قدرات محدودة. خليك هنا، الحمد لله، قدرات محدودة. ما هي الأشياء التي لا يستطيع العقل وتغلبه وتفوت حدوده؟ تعرفش شنو هي؟ أشياء كثيرة. مثلا كل ما هو ما وراء الطبيعة. أنت تؤمن أن هنالك أشياء وراء الطبيعة؟ كل كلام عما هو ما وراء الطبيعة هو كلامنا، العقل ليس معني به. جميل. كيف يحلل العقل هذه الأمور؟ ما هي أداة التحليل عند هذا العقل؟ بتبسيط الأشياء إلى أشياء بسيطة لها صور تنقدح في الذهن موجودة. جميل. في الحقيقة في الخارج.
جميل جدا. أنا مش هرد على كل الكلام ده رغم أنه غير صحيح، بس همشي للي أنا عايزه. هل هنالك شيء اسمه حق وهنالك شيء اسمه باطل في العقل؟ لا، هذه خليك هنا. خليك هنا، العقل لا حق فيه ولا باطل. هل هنالك شيء اسمه خير وشيء اسمه شر؟ ما فيش أشياء زي ديت في الواقع برا. الخير والشر والحق والباطل والصواب والخطأ، هذه أحكام تجريدية نطلقها نحن على أشياء حقيقية في الخارج، ننتزع منها أحكام تجريدية مثلها مثل الأرقام. يعني يا أستاذ مازن، أنت دلوقتي قدام الجمهور ده بتقول أن العقل لا يميز بين الخير وبين الشر وبين الحق وبين الباطل، ولا يعرف أن يميز بينهما، وإنما هي أشياء تجريبية. ما قلتش تجريبية وما قلتش أنه لا يستطيع. اسمع الكلام كويس، عاود. أنا جالس أكتب. عاود. قلت لك تجريب بالدال. طيب عاود لي، عاود للعقل، عاود للعقل، عاود. ما زال على التجريد، اشرح له التجريد، ما معنى التجريد يا عمي؟ بعدين حنيجي للتجريد. هل العقل يميز بين الخير والشر والحق والباطل او لا؟ اصلا انت يا دكتور محمد، هو شرح التجريد، لكن ممكن يعيد شرحه مره اخرى. ما معنى التجريد يا مازن؟ مش مشكل، مش ده موضوعنا دلوقتي. السؤال، هل العقل يميز؟ انت لا، عشان نبقى انا لازم تفهمه، علشان خاطر كمان انت دلوقتي قلت تجريبيه مكان تجريديه، ده معناه انت ما فهمتش معظم الحوار اللي هو قاله، معظم المقدمه دي كلها وانت ما فهمتهاش. طيب، مثلما يوجد قلم، قلمين، دول لهم وجود حقيقي خارج الذهن، انا انتزع مفهوم تجريدي للارقام من تكسر الاشياء خارج الذهن، فيصبح لدي أعداد قلمين، قلم واحد، واحد زائد اثنين، يصبح لدي ثلاث أقلام. أجري في الذهن عملية تجريدية، واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة. خارج ذهني لا يوجد شيء اسمه واحد واثنين وثلاثة، خارج ذهني يوجد موجودات واحد واثنين وثلاثة. الصواب، الخطأ، الحق، الظلم، العدل، الخير، الجمال، كل هذه الأشياء أشياء تجريدية لها وجود حقيقي خارج الذهن. لا، أنا أنتزع مفاهيم من أشياء موجودة. طيب، إذن العقل، أنا اللي أطلق، لا يوجد شيء هو حسن في ذاته، هو العدل في ذاته خارج الذهن. أنا أطلق مسمى على أشياء في الموجودات في الحقيقة في الخارج لها وجود حقيقي، فأسمي هذا حق، هذا عدل، هذا ظلم، هذا صواب، وهذا خطأ. جميل، سأسلم لك. الآن، ما هي الأداة التي يستخدمها العقل حينما يزن هذه أو حينما يحلل هذه التحاليل؟ العقل هو الأداة، فلا تسأل عن أداة الأداة. نحن في البداية خالص عندما طلبت مني تعريف العقل قلت لك أن العقل هو العمليات التي تجري في الدماغ، فإذا هو الأداة الموجودة لدينا للتحليل. فسؤالك عن أداة الأداة هو سؤال لا معنى له، لأن العقل نفسه هو الأداة. جميل، تفضل. طيب، قبل ما نكمل السؤال أريد الإخوة الحاضرين اسمعوا الأخ حينما يقول لك لا تسأل عن أداة الأداة، وحينما يسألوننا من خلق الله يلزموننا أن نأتي بالخالق الذي خلق الله. نمشي في كلامه. هذه مغالطة، لأنني في هذا الحوار لا. أنا قلت بين قوسين لما أتكلم عنك يا ماس، خليني أكمل كلامي. هذه مغالطة، تمام، مغالطة الرنجة الحمراء، نظرا لأن في هذا الحوار لا أنا ولا حد من الموجودين سألك سؤال وقال لك من الذي خلق الله. طيب، الآن أنت قلت أن هذا العقل لا يسأل عما يفعل، وهو بشغال بنفسه وشغال بأموره. مغالطة تانية، ولا تقولني شيء أنا لم أقله. كل مرة ستقولني شيء أنا لم أقله سأقاطعك. متى قلت أنا أن العقل لا يسأل عما يفعل؟ كيف يعمل العقل؟ أعطيني الميكانيزم بتاع العقل ده، إزاي بيشتغل؟ العقل بيشتغل عن طريق السيالات الكهربية اللي بتجري فيه عمليات عقلية ما بين الفص الأيمن والأيسر والخلفي والأمامي وفص الجبهة الأمامي والأميجدلا والجزء الصنوبري وجذع المخ. كل هذه الأشياء بتدور ما بينها البعض، عمليات كيميائية في غاية التعقيد وعمليات كهربائية للتحليل والتركيب والتقسيم والاستنباط وتخزين المعلومات. اللي بعده، طب أنت دلوقتي بتكلمنا على ماكينة، العقل ده ماكينة صح ولا لا؟ طيب، الماكينة ديت هل هي شغالة بنفسها ولا هنالك من يحركها؟
لا لا، ما فيش من يحركها، هذه الماكينة تعمل لدى كل الكائنات الحية على اختلاف قدرات المخ في الكائنات بين بعضها البعض، تكون قدرات هذه الماكينة مختلفة. يا عمي السؤال واضح، هل المكنة ديت حد بيحركها ولا هي حركيتها ذاتية تعمل لوحدها؟ حركيتها ذاتية من خصائصها. حركتها ذاتية من خصائصها، تمام. إذا أنت الآن ما بالذات لا يعلل. طب إذا أنت الآن تريد أن نتحاكم إلى أداة، اسمع، أداة تعمل بمفردها ولا يحكمها أي حكم ولا يحكمها أي قانون ولا يحكمها أي شيء، وإنما هي مصفات وفلترة وماكينة كما أنت عرفتها لكي تصفي وتحلل وتنقي وتتيها الصور والذبذبات و و و و و و وأنا سأسلم لك بكل هذا. الآن السؤال الذي مطروح، قبل أن تسلم، لا عاد أنا سلمت لك، قبل أن تسلم، فضل. هل لديك، هل تدعي أن لديك أداة أخرى غير هذا؟ أنا ما ادعيت، أنا معك ماشي في حواري معك، أنا ما قلت شيء، ما زلت ما قلت شيء. الآن أنت قلت هذا الكلام، الآن السؤال المطروح، هل هذا القلم قلمي أو قلمك؟ يلا حللها لي بمخك الآن وعقلك، هذا قلمي ولا قلمك؟ القلم في يدك وهو ليس في يدي، هو قلمك. ها، قد يكون قلمك، قد يكون قلم أنت استعرته، لكنه بالضرورة هو ليس قلمي. أنا لم أشتري هذا القلم وهو ليس قلمي. ها؟ يا مازن، يا مازن، لماذا تضحك يا دكتور محمد؟ يا مازن، مالك تضحك يا دكتور؟ لحظة، الآن العقل بتاعك، هو أجابك عليه، مالك تضحك؟ أنا الآن بسأل، عقلك يقول لك أنه هذا قلمي ولا قلمك؟ جاوبني. هذا ليس قلمي، قد يكون قلمك، قد تكون استعرته من شخص آخر، هو ليس قلمي. هذه الإجابة القطعية. هذه اللحظة، أنا الآن أتكلم، الآن أنا أكلمك، هذا القلم قلمي ولا قلم من؟ هذا ليس قلمي، قد يكون قلمك وقد تكون استعرته من ابنك. ليس معنى انه في يدك. يا صاحبي، يا ودي يهديك يا سيد مازن، الله يهديك. ايش الصنف اللي بدات تشربه يا صاحبي؟ ايش الكلام هذا؟ إيه هذا القلم؟ عقلك يقول لك انه ليس قلمي. الا ادب الثاني هوقف النقاش معك، اعتذر عن قله ادبك. طيب اعتذر، انا اعتذر. القلم ده بتاعي ولا بتاعك؟ جاوبني على قدر السؤال. قطعا هو ليس قلمي. يا مازن من فضلك، هو يا دكتور، هو اجابك قال بأن هذا القلم هو كل ما يعرفه انه ليس قلم. هذه اجابة دقيقة جدا، انت لم تريد ان تفهمها. تضحك، مالك تضحك؟ كل ما يعرفه أنه ليس قلمه. أنا سألت، قلت هل هو قلمي؟ هو سؤالك ليس له إلا هذه الإجابة. سؤالك غير منطقي، في مغالطة منطقية. ليه؟ طيب سؤالي فيه مغالطة. لا دقيقة، هو أنت سؤالي يتنازل هو فيه ويقول أنه قلمك، لأن هذا سيكون الدعاء. سؤالي فيه مغالطة منطقية. إحنا دلوقتي في بث الأستاذ أحمد ولا في بث واحد تاني؟ أنت في بث الآن. نعم. البس ده مين صاحبه؟ مين صاحبه يا أستاذ؟ بث صاحب البث، أحمد حرقان صاحب البث. عموما نحن في تونس لما واحد يشرب نقول له بالشفاء، بالشفاء ليك يا سيد مازن. طيب عايشك. طيب. عايشك يا دكتور محمد، عايشك. الله يبارك فيك. نحن الآن في بث السيد أحمد. الصحة. الله يعيشك. عايش خويا. إذا جاء واحد وقال يا ناس أحمد ده مش صاحب البث، أحمد ده واحد بين قوسين سرق البث ده والبث ده بتاعي، هل نحن نقول لأحمد يا أحمد اثبت إنه البث ده بتاعك، ولا اللي قال وقال يا ناس البث ده بتاعي وأحمد سرقني إياه؟ ماذا يقول العقل هنا؟ الموضوع ببساطة شديدة جدا، على من يقدم الادعاء عليه أن يقدم الدليل على ادعائه. أحسن، دلوقتي وصلنا. أنتم الآن تدعون أن هذه الدنيا ليس لها رب، هل عندكم خطأ دليل؟ خطأ. وضحتها لك من ساعة، لا تعيد مرة ثانية. طيب هنالك رب. سؤال. أنتم سؤال. الآن وقف لي هنا بقى نقطة نظر. لم ندعي هذا، لا، من نص ساعة أنت سألتني أول سؤال في الحوار بيني وبينك. يلا، كان أي أول سؤال لك؟ أول سؤال سألته لي كان إيه؟
طيب سيبنا من رب السؤال، هل الدنيا دي هل الدنيا دي عبثية أو محكمة؟ أنا تعدى امشي سلمت لك. لا 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 والله أبدا. ماذا كان أول سؤال أنت سألته لي؟ سألتك عن الرب وقلت لي أنا متوقف. ما قلت لك هذا، كرر جملتي أنا لن أقول. قلت إني يعني أنا لا أعرف أو حاجة هكذا، ما علينا. يعني أنت متذكر سؤال بقى، بما أن أنت متذكر إجابتي طيب. وده كان السؤال الاستهلالي اللي أنت بدأت بيه، جاي بعد حوالي 45 دقيقة ليه بتقول أنتم تقولون بأن هذا العالم ليس له إله؟ يا أستاذ مازن، يا أستاذ، الناس تعرف إني أنا مسلم، الناس تعرف إني أنا مسلم وجاي هنا أتكلم على الإسلام، والإخوة الموجودين ينكرون ذلك. خلينا نفضل نعمل المجاملات. يا أستاذ مازن، يا أستاذ مازن، المجاملات الفاضية بلاش، ندخل في صلب الموضوع. علشان النقاش ده يستمر، علشان النقاش، لا تقولني ما لم أقله. طيب ولما ماشي. أنا لم أطولك ما لم تقل. جميل يا أستاذ مازن، أنا دلوقتي أرجع لأول كلمة، أنا أعرض عليك الإسلام وأقول لك يا أستاذ مازن هنالك رب في هذا الكون أرسل رسولا وأنزل قرآنا دليلك ويريد دليلك. أيوة، نبدأ دلوقتي في الدليل، وعايزك تفتح لي عقلك، مش أنت قلت كل حاجة بالعقل، افتح لي عقلك. أول دليل على وجود هذا الرب هو أنه حينما قال إنه البث ده بتاعي، مثل ما أستاذ أحمد قال هذا البث بتاعي، لم يأتي أحد وينازعه ويقول أنا الذي خلقت وأنا وأنا وأنا. فأنا الآن أسألك، هذا الرب قال أنا الخالق، هل يوجد أحد قال أنا خلقت السماوات والأرض وأنا خلقتكم؟ أيوة. من؟ فيه مئات الآلهة حول يعني حول كوكب الأرض. الآن الدليل أنت مطالب بالدليل يا دكتور. دكتور لما يعني لما تسأل وأنا بجاوب ما تقطعنيش. تفضل. هناك مئات الآلهة عبر التاريخ والجغرافيا، كل إله من هؤلاء الآلهة ادعى نفس الادعاء. أنا الآن جالس وأمامي كل هؤلاء الآلهة يدعون هذا الادعاء، كل إله منهم يدعي أنه هو الإله الصحيح والصادق. تفضل. طيب انت دلوقتي قلت لي انه العقل مطالب ان يحلل ويبحث ويعمل، انت في الاربع الاف دول هل بحثت ولا لم تبحث؟ بحثت. انا ما ذكرت رقم ولا قلت اربع الاف، انا قلت هناك مئات الالهة. يا عمي مئات الالهة يا سيدي، خمسة ملايين. الان انت بحثت في هذه الالهة ولا لم تبحث يا دكتور؟ أنا مشكلتي دائما في الحوارات مع المسلمين إن هم حافظين أشياء وبيرددوها. يا عم سيبك من يرددوها، أنا بسألك يا أستاذ دلوقتي الآن. أربع آلاف دي أنت سمعتني بقول أربع آلاف ولا أنت جايب رقم من دماغك أنت حافظه؟ لا 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 لا، أنا سيب الأربع آلاف دلوقتي. أنت الآلهة هدية التي تدعي أنها هي إله، هل أنت تثبتت في الأمر وعرفت من الحق من الباطل أو لا؟ بحثت في عدد كبير من هذه الآلهة. هل وصلت إلى أن هنالك رب خلق هذا الكون؟ وصلت إلى أن إله الإسلام وإله المسيحية وإله اليهودية خطأ. جميل، إذن أعطينا كيف بنيت هذا الخطأ حسب المفاهيم العقلية التي أنت رجحتها. تفضل. جميل جدا، نظرت إلى الكتاب الذي يدعي المسلمون أنه كلمة الله، والطريقة التي وصل بها، وخلوه من الأخطاء بناء على الذي موجود في هذا الكتاب بأنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من عند غير الله. من عند غير الله. شكرا يا أحمد على التصحيح، وأرجوك صحح لي دائما لأن أنا مش حافظ القرآن، فلو لما بخلط دائما صحح لي يا أحمد. خلصت فوجدت فيه أخطاء. خلصت؟ آه تفضل. طيب بارك الله فيك. إذن أنت في البداية قلت أنا تحققت من هذا الكتاب الذي جاء به الإسلام، أعطيني ما هو الخطأ الذي وجدته في هذا الكتاب؟ الخطأ الأول هو خطأ رياضي. تفضل، إيش هو الخطأ هذا؟ الأول حضرتك قرآني ولا حضرتك مسلم على مذهب أهل السنة والجماعة ومدرسة أهل الأثر والحديث؟ لا لا، على أهل السنة والجماعة ولست قرآنيا كما يقولون. تفضل. جميل جدا. مدرسة السلفية. الخطأ السلفي واضح تماما في تقسيم الميراث العول.
يعني أنت جئت لتبحث عن ربك فذهبت إلى آية الميراث فتأكدت أن هذا الرب غير موجود، لأنه لا يستقيم أن يكون صانع هذا الكون والمجرات. دكتور ما تعملش كده من فضلك. لا لا ما تسامحوني أنا أعتذر. طيب ما حصلش كده اللي أنت قلته، ده ما حصلش. اللي حصل أن أنت أن هو حصل حوار أدى بكم إلى أن تسأله عن الأخطاء الموجودة في القرآن، وطلبت منه أن يعطيك مثالا لخطأ في القرآن وأعطاك هذا المثال. يعني أنت لم تؤمن بس عشان الخطأ ده ولا في أخطاء كتير؟ لا هو ما قالش لا لا في كتير. أنا بضربك أول واحد لأنه أول واحد ده أقوى واحد. ليه أقوى واحد؟ لأنه خطأ رياضي، الرياضيات لا تكذب، الرياضيات صريحة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. آية تقسيم الميراث فيها خطأ حسابي واضح. تمام. مشكلة العول. والخطأ ده خلاك أنت لا تؤمن صح؟ يا لا عزيزي يستقيم. يا عزيزي دعك، من هل الآية فيها خطأ ولا ما فيهاش؟ لحظة يا عمي خلينا الحوار يتنفهم بعضنا. يعني أنت الخطأ ده هو كان سبب في عدم إيمانك بهذا القرآن صح؟ ليس هذا وحده، تراكم عدد كبير جدا من الأخطاء في النص المفترض أنه نص إلهي. زيدني كمان أربع أخطاء، خلينا نجمع خمسة وبعدين نرد. هل يكفي؟ هو قال لك آية دلوقتي، بس لحظة لا. هو قال لك آية دلوقتي، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هل إذا كان فيه اختلاف واحد، هل ده ألا يعني أنه أيضا من عند غير الله اختلاف؟ لا لحظة عاد، احنا سنرد على هذه الأخطاء. لا لحظة، خلينا ناخذ خمسة أخطاء عشان نرد عليها رد واحد. أنت متمسك بخمسة أخطاء، ألا يكفي خطأ واحد؟ لحظة، ما زلنا احنا الآن نسمع في الأخطاء، أنت حكمت أنه خطأ. لا لا لا، ما زلنا نحن لم نتناقش في أنه خطأ. لا لا من فضلك أرجوك. لا أرجوك يا أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد أرجوك. القرآن يقول اختلافا كثيرا، ألا يكفي خطأ واحد ليثبت أن هذا الكتاب ليس من عند الله؟ ومن أدراك أن أنت ما قلته هو خطأ؟ إذا سؤال يا أستاذ، إذا كان في هذا الكتاب خطأ واحد، ألا يكفي هذا الخطأ ليكون دليل على أن هذا الكتاب ليس من عند الله؟ ما هي المعايير التي أنت استخدمتها كي تحكم على أنه بالخطأ؟ لا لا يا عزيزي، لا لا، أنت الآن قلت أنه خطأ، ما هي معايير الخطأ؟ إزاي أنت حكمت أنه خطأ؟ لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، يعني تناقضا كثيرا، أخطاء. هل هذا الكتاب إذا وجد فيه خطأ واحد ألا يكفي ليكون لنقتنع نحن أنه من عند غير الله؟ إذا فيه نصف خطأ مش خطأ فهو من عند غير الله. بس هذا ما هو أتى لك بخطأ واحد، لماذا لا ترد على هذا الخطأ؟ هو قال خطأ. أنا دلوقتي أجي أقول لك أجيبه من فضلك. لحظة يا أستاذ أحمد، أنا دلوقتي أقول لك إنه البث ده أنت سرقه مش بتاعك. أنا مطالب أنا آتي بالدليل. هل لديك رد على ما قال الأخ مازن؟ نعم خطأ. نعم عندي رد. عندي. ائتنا به. طيب خليني أكمل معاه. أخي مازن الخطأ الأول. خطأ عاجلا غير آجل يا دكتور. لحظة يا أخي الكريم، الله يرضى عليك، الله يبارك فيك. لحظة بس، قلت أول شيء أن هنالك خطأ في الميراث، أعطيني الخطأ رقم اثنين، ناخذ خمسة أخطاء اللي هي أكبر أخطاء، ثم بعد ذلك يكمل الحوار. زيدني ما هي الخطأ اللي بعده؟ إيه رأيك أحمد؟ أديله ولا أنا رأيي إن أنت أعطيته خطأ في القرآن، يجيبك عنه أولا إذا احتجتم إلى أن يذكر لك خطأ آخر. لا لا معلش، خلي يعطيني خمسة. أنا أهو أنا أطلب خمسة أخطاء. أن هذا خطأ فعلا في القرآن خلاص، فما الداعي إذن لتعداد الأخطاء؟ لا لا أنا أطلب خمسة أخطاء، معلش خد بخطري، أعطيني الأخطاء التانية. أنت حر يا مازن طبعا، أنا قلت رأيي يعني، بس أنت حر طبعا. فضل يعني أعطيني الأخطاء الأخرى. آية خلق الجنين. آية خلق الجنين أعطيني كمان. آية خلق الكون، السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أعطيني. آية والشمس تجري إلى مستقر لها. لمستقر لها. نعم. غلس. غلس غلس. نعم، إيش عندك تاني؟ الشهب وال بتاعت الرجم الشياطين اسمها ايه؟ لا لا ولا اقول لك، لا استنى خد السماء رفعها بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. لا 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 خلينا تاخذ الثانيه، السماء رفعها بدون عمد، دي اسمها ايه؟ ايش هو؟ ترونها من غير عمد؟
ايوه غير سمعنا، عمد وقع ترونها، دون عمد دي من الايه. غير عمد ترونها. في كذا آية في الموضوع ده، من غير عمد ترونها، اي ويمسك السماء وخلقنا ان تقع الانسان على في احسن الارض. تقويم، جعل خلق لكم خلاص الارض فراشا والسماء بناء واخرج من السماء ماء. وانزل. اوكي، انت يلا كده ها جبنا كتير عندك قوي. بتاع ستة اوكي دلوقتي. طيب، صعبة دي. نبدأ دلوقتي في التحليل العقلي والمنطقي الذي أراده الأستاذ مازن. الأستاذ مازن، أنت حينما قرأت القرآن، هل قرأت الآيات دول فقط أم قرأت القرآن كاملا؟ قرأته كاملا على القراءات العشر. هل هنالك شيء في هذا القرآن لفت انتباهك أو عجبك أو حاجة حسيتها حلوة؟ في طبعا في شوية آيات فيها صور جمالية حلوة جدا. شوية آيات، إيش هي الآيات هذه؟ اشتعل الرأس شيبا، آية فيها صورة جمالية عبقرية كلغة. عجبك في القرآن اشتعل الرأس شيبا، هاي غيره. مش فاكر ان في حاجة كانت ملفتة بالنسبة لي في القرآن زي اشتعل الرأس شيبا بصراحة. يعني انا عجبتني الصورة الجمالية كل فيها يعني. القرآن عجبك فيه كان اشتعل الرأس شيبا. ده اللي انا كده فاكره. يا عزيزي، طيب هل ماشي. ممكن يا دكتور تجاوب على الخطأ بتاع تعمل تعمل المواريث، ولا انت عم هتقعد تراوغ ده كده لحد ما تقوم الساعة يا عم ده يا عم وتحضر جيشك بالأداء في وبس، خلي المراقبة الناس تعرف يا عم، يعني خلي يا الناس دكتور تعرف ان محمد، القرآن ده ما فيه هل شيء تريد أن غير تجيب آية عن هذا واشتعل السؤال؟ الرأس شيبا. الراجل هل ده ما شاء ستجيب الله. عن هذا السؤال يعني يا لحظة، دكتور؟ الراجل ده قرأ القرآن كاملا لم يا دكتور يعجبه يا من دكتور، هل كلام هذه الله طريقة، هل هذه إلا طريقة واشتعل للتعامل الرأس يعني؟ شيبا. هل هذه استنى، طريقة تليق بهذا الحوار يعني؟ هل هذه طريقة تليق بهذا هو انا الحوار؟ قلت حاجة غلط؟ انا قلت لماذا لا الراجل تجيب عن الاستاذ السؤال يا مازن دكتور؟ يا عمي كل لا، إنسان حر، كل إنسان حر، خدني ولم بحنانك، يكره إلا خذني هذه بحنانك. المشكلة. الأستاذ لماذا يا مازن دكتور يا محمد؟ يا جماعة دكتور محمد اسمعوا ثواني، من فضلك يا عزيزي، أخونا من فضلك مازن اسمعني يا قرأ دكتور، القرآن يا فلم أخي يا يجد في دكتور القرآن محمد، يا شيء دكتور جميل محمد، يا عزيزي، إلا واشتعل أخويا الرأس الداهي، شيبا. اللهم صل على أخويا النبي. الداهي، طيب يا عزيزي، أستاذ مازن، تفضل يا هل عزيزي، قرأت في القرآن شيء يا يقول أخويا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان يا وإيتاء ذي أستاذ القربى محمد، يا دكتور وينهى عن محمد، الفحشاء يا دكتور والمنكر محمد، والبغي؟ لحظة دكتور عاد. محمد، يا دكتور اسمعني، ده لحظة نعم. لحظة. سألته عن أخطاء في القرآن فذكر لك خطأ في القرآن، فقلت له اذكر لي خمسة فذكر لك خمسة. سنرد على هذه رد الخمسة، على الأول، ولكن الخطأ الأول هنالك فقط، رد على الخطأ الأول. لو كان عندك رد فنريد أن نسمع هذا الرد، لحظة لا يا تأخذنا في فسحة، لا تأخذنا في طيب، جولة أنت بالفضل. كمان خدني بحنانك، هي نص دقيقة بس أنا أخذك بحناني، أنا أخذك عشان بحناني، أنا الجمهور حناني لا يفهم. حدود له، لكن طيب أجبنا عن هذا السؤال من الأستاذ فضلك. يا جماعة الخير، الأستاذ أليس مازن هناك خطأ قرأ يوجد في القرآن القرآن. في آية المواريث يا طب عزيزي؟ لحظة، والله سأجيبك، والله سأجيبك، اسمع. وأجبني يا عزيزي، الأستاذ مازن أجبني. قرأ القرآن الذي هو كتاب لم يجد فيه آية واحدة عجبته إلا آية واشتعل الرأس شيبا. اللهم صل على النبي. ما ما شاء الله. قلتلكش، بص للمرة ال 15 ما تقولنيش كلام أنا ما قلتوش، قلت لك اللي طب أنا ماذا فاكره، عجبك في القرآن حينما قرأته؟ تفضل. قلت لك اللي أنا فاكره كويس ومعلم معايا هو الصورة الجمالية في الآية بتاعت اشتعل رأسه شيبا. هل في حاجات تانية ممكن تكون عجبتني؟ ممكن يكون في حاجات تانية عجبتني. هل هي على في ذهني الآن؟ لا، ليست في ذهني الآن. انتهينا؟ جميل، انتهينا. إذا نعم. أنت أخي الكريم تدعي العقلانية وتدعي العقل وأن العقل والعقل والعقل. قرأت كتابا صنف الآن في أمريكا وفي العالم كله على أنه أعدل كتاب يضمن حقوق البشرية، والكتاب والدراسة موجودة، وافتح الآن جوجل ستجد أن القرآن في سنة 2023 صنف على أنه أفضل كتاب يضمن حق الفرد والمجتمع والأسرة والمرأة والرجل ويضمن حقوق البشرية. وهذه الدراسة، لحظة أنا ما قطعتك، لحظة يا مازن أنا ما قطعتك، ثواني حبيبي. هذه الدراسة قامت بها أكاديميات أمريكية وبريطانية وناس شهابذة في العلم، وخرجوا بعد أن قرأوا القرآن قراءة معمقة وقراءة أكاديمية، وخرجوا بهذه النتيجة وقالوا، اسمع ماذا قالوا. قالوا وجدنا في هذا القرآن العدل والرحمة والإنصاف والحقوق وحق المسكين وحق الضعيف وحق الظالم وردع المجرم، ووجدنا فيه أشياء لم نجدها في دستور على وجه الأرض. يعني أنت يا أستاذ مازن
الناس دول وقف لي بقى لحظه عاد خليني اكمل. الناس دول كلهم ما فهموش القران وانت فهمت القران انه اشتعل الراس شيبه. ده كلام مرسل. لحظه يا ابو حميد يلا فين الدراسه دي؟ افتح انت اكتب في جوجل. انا ما اوريك شيء. انت افتح في جوجل واقرا وابحث. اللي بيستدل بالشيء عليه ان هو ياتي بالدليل ولا انا اللي علي ان انا اتي بالدليل على كلامك؟ ما فيش مشكله. انا ارشدتك الى مكان الدليل. اذهب انت الى المكان وستجده. واحد. رقم اثنين، الرسول الذي جاء للاسلام. خليني اكمل. عام خليني اكمل. مش هتكمل. لا مازل انا ما قطعتك. شفت انت دلوقتي كيف تقاطعني؟ لا انت تقاطعني الان. انت تقاطعني والله ما هتكمل. شفت كيف؟ اذا انت الان قرات القران لم تجد فيه الا واشتعل الراس شيبا. ما فيش تكمله. انت لم تجد الا اشتعل الراس شيبا. يا رجل انت ظالم. انت مفتري. تقول على القران لم تجد فيه الا واشتعل الراس شيبا. وقف الكلام. القران الذي قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. اصمت واسمع. اما قرات سبحانه حينما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما قرأت تكمل كلام. ما قرأت إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. مش هشرح لك تكمل كلام. ما قرأتوش. ما قرأتش تكمل كلام. ما قرأتش. مفيش كلام بيني وبينك لحد ما تجيب الدليل. أنت ما قرأتش ده في القرآن؟ مش هسمح لك تكمل كلام. أنت قرأت ده في القرآن ولا ما قرأتش؟ مش هسمح لك تكمل كلام. ما قرأتش. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما فيش كلام. واللي أنت بتقوله كله كلام فارغ من المحتوى. ما قرأتش ده في القرآن؟ ما فيش كلام. قرأت القرآن ما عجبك إلا واشتعل الرأس شيبا. وراجل ده أنت مخك ده. تجيب الدليل الأول. صدقني يا مازن أنا أقول أمام كل الناس أنت لا عقل. على الدراسه اللي انت ادعيتها. كل القران اولا تاتي بالدراسه اللي انت ادعيتها. ما خرجت منه الا واشتعل الراس شيبا. اولا تاتي بالدراسه يا عم. الدراسه موجوده عندك في جوجل. نحن اصحاب الحق. تاتي بالدراسه. احنا لا تعنينا الدراسات. احنا لا تعنينا. هذه لك انت. نحن مؤمنون. تاتي بالدراسه. نحن مؤمنون. انا مش هزهق. نحن مؤمنون ولا تعنينا. اولا تاتي بالدراسه. طيب أولاً تأتي بالدراسة. لا طيب سأتيك بالدراسة. سأتيك بالدراسة. أولاً تأتي بالدراسة. أنت لم تؤمن بالخالق. تأتي بالدراسة. وتتكلم عن دراسة يعني طب إذا جبتك بالدراسة تؤمن؟ بالدراسة. لحظة إذا جبتك الدراسة تؤمن؟ بالدراسة. تؤمن؟ أولاً تأتي بالدراسة. تؤمن؟ أولاً تأتي بالدراسة. ما عندك أولاً تأتي بالدراسة. أحمد معلش علشان حصل حاجة وأنت مش موجود. خلي الأستاذ يعمل ميوت علشان أشرح لك اللي حصل. لا لا أنت إنسان للأسف الشديد تتكلم بغير علم. النقاش واقف لحد ما تأتي بالدراسة. النقاش واقف. كويس أن بص يا أبو حميد. الراجل ده ببساطة شديدة جدا الدكتور المحترم قال ان في دراسة عملوها الامريكان والانجليز بتقول ان القرآن دوت هو اعدل من اعظم دستور موجود على كوكب الارض. قلت له وقف الكلام هنا. مفيش نقاش بيني وبينك. يكمل لحد ما تطلع الدراسة. قال لي دور عليها على جوجل. قلت له ده كلام فارغ. انت تستخدمها كدليل. انت اللي اتيت بيها مش انا. انت اللي عليك ان انت تفتح دلوقتي الكاميرا وتقول لنا الدراسة اهي. يا اما تطلعها من عندك من على اللابتوب. يا اما تفتح لنا دلوقتي حالا وتقول لنا ادي الدراسة اللي انت ادعيتها. ولا يمكن أن يستكمل هذا النقاش بدون أن يأتي بهذه الدراسة التي قالت أن القرآن أحكم وأعدل وأنزه مش عارف كل الكلام العظيم اللي هو قاله دوت من أفخم دستور في كوكب الأرض. الآن مفيش نقاش قبل ما يجيب الدراسة. هذا منصف جدا. هذا منصف جدا يا دكتور. افتح المايك بتاعك. أتكلم. ممكن الآن أنا أتكلم؟ أعطينا الدراسة من فضلك. نعم. طيب أنت إذا جئتك بالدراسة هل ستؤمن بأن هذا الإسلام هو دين الحق؟ شوف عزيزي أولا بنشوف الدراسة اللي أنت جايبها ونشوف مين الجهة اللي عملت الدراسة دي ونشوف التمويل بتاعها منين وبنشوف مين اللي قاموا بالدراسة. الدراسات العلمية يا عزيزي ما هياش كلام مرسل كده. بنشوف مين الجهة الممولة والشريحة وبحثت بإيه وبحثت فين والأديان بتاعتهم إيه إلى آخره إلى آخره. بعد ما نشوف النتائج دي كلها بنقول
ان والله المجموعه دي من الباحثين بحثت الموضوع ده وخرجوا بهذه النتائج. هل معنى ان هم قالوا ان هذا الكتاب هو اعدى الكتاب، هل ده معناه بالضروره ان هذا الكتاب من عند صانع الكون؟ هذا الرابط غير موجود اصلا، ولكن سيكون انت كلامك مصدق وليس ادعاء بدون دليل، بان انت بتقول ان هناك لجنه قالت بان بحثت وقالت ان هذا الكتاب هو اعدى الكتاب. الان النقاش بيننا متوقف، ولن اجيبك على ولا سؤال قبل ان تاتي بالدراسه اللي انت ادعيت ان هي اتعملت، ومش طيب. هجاوبك على ولا سؤال. طيب اولا انت انسان جاحد قبل قيام الحجه، يعني انت دلوقتي تقول لي حتى لو طلعت الدراسه دي صحيحه ما فيش اي حاجه مقبوله منك دلوقتي غير انت تجيب الدراسه دي يا دكتور. يا اسمع، شوف بالله عليك يا اخ احمد، بالله عليك انتم لم تؤمنوا بالخالق ولم تؤمنوا بالقران، وجيت تقول لي اثبت لي يا رجل. اسمع لحظه يا اخوان، اخونا العزيز، الله يبارك فيك، اخونا عزيز، سيبك اسمعني يا اخي الكريم، يا اخي الكريم، والله احنا اصدقاء ومش اعداء، والله بجد. يعني فكرة بسيطة جدا، انت اذا ادعيت ان في دراسة معينة، يا اما تجيب الدراسة دي يا اما تقول والله انا اسحب الدعاء بتاعي فقط لا غير، بس لان الناس كتير بيزعموا ان في دراسات وفي الحقيقة تكون اكاذيب بصراحة، ببساطة شديدة. طيب اولا انا هنا لم اتي لاحاججكم بالدراسة، انا جئتكم بأدلة. أوكي. هل تسحب كلامك عن الدراسة اذا؟ يا ولدي انا قلت الجمهور يمشي ويقرأ ويجب، انت من حقك يا ولدي. نعم اسحب اسحب اسحب. طيب نرجع الى موضوعنا الان يا استاذ مازن، انت قرأت القرآن وقلت انك وجدت في القرآن اخطاء، ووجدت في القرآن، خلنا نتكلم لا تقطعوني، وجدت في القرآن أخطاء، ووجدت في القرآن آية واحدة لذيذة واشتعل الرأس شيئا. كلامه ما كانش كده. ماشي، سأسلم لك أن القرآن كله كلام فاضي وما فيهش إلا واشتعل الرأس شيئا، أمشي معاك في هذا وأسلم لك. هل قرأت؟ أنا ما قلتش كده عشان تسلم بي للمرة 17 أو 18. هل هو ماشي. على فكره هذا البث يذاع على عده منصات، يعني ليس فقط مشاهدنا هنا. انت قلت انه في حاجات حلوه في القران انت لا تتذكرها من الناس يا استاذ دكتور محمد. يا عم ماشي، جميعهم ماشي. يرون الان هذا، يرون انك لا تريد ابدا ان تتعاطى مع اخطاء القران. هل انت خائف من ان ترد على مازن في مساله اخطاء القران، ام انك سترد عليه؟ لا يا حبيبي، انا لما ارد على اخطاء القران اردها على جهه منصفه وعندها معايير بين الحق والباطل والصدق والكذب. الراجل ده لو ربنا يكلمه من فوق. كلامك انك تتهرب من رد الاخطاء؟ لا، الاخطاء تحكم. اسمع، ليس انت من يحكم، انت خصم وانا خصم، جهة محايدة تحكم بيننا، لكن انت خصمي وانت تحكم. ده بالعقل. 500 واحد بيستمعوا الان مستنيين اجابتك على الاخطاء. اسمعني يا حبيبي الله يبارك فيك، هذا فقط على اسمعني عدد كبير يتابع في منصات مختلفه. يا عمي هنالك رب، انا عندي رب الان جالس يسمع فيا قبل ما ال 500 شخص. اسمعني، وانت يا دكتور محمد ربك هذا يعني يرضى ان تراوغ بهذا؟ اذا كنت لا تعرف اجابات هذه الاخطاء قل لا يا حبيبي. لا يا حبيبي هذاني خصم اختصموا. لا، انا وهو خصم، ليس أوكي. هو من يقول قرآني حق او باطل. لحظة، انا اريد ان اسأل سؤال الان للاخ مازن، على اي معايير في الخطأ الرياضي يا دكتور محمد؟ هل في القرآن خطأ رياضي ام لا؟ انتوا ليش مش خليني اتكلم؟ لحظة، ما هي المعايير التي استخدمها مازن حينما قال ان هذه الآية فيها خطأ؟ تفضل. خطأ رياضي يا عزيزي، ذكر لك خطأ رياضي. الخطأ الرياضي خطأ حسابي، خصوصا أن هذه الآية عند جمهور المسلمين السنة بإجماع العلماء أنها من النصوص قطعية الثبوت والدلالة، فلا تأويل في آية الميراث. وعلشان كده أنا سألت حضرتك، أنت قرآني أم من أهل الأثر والحديث؟ وأنا سألتك ما هي المعايير التي استخدمتها حينما قلت هذا خطأ، ما جاوبتنيش على المعايير. رد عليك أحمد ورديت عليك أنا. رياضيات يا عزيزي، حساب عملية حسابية بسيطة. أنا أرجع وأقول لك، ما هي المعايير التي جعلتك تقول هذه الآية خطأ؟
الرياضيات. انا ممكن انا دلوقتي اقول لك انت مش اسمك مازن، لحظه واحد زائد واحد يساوي، انا بقول لك انت ما مش اسمك مازن، انت اسمك صالح. يا دكتور محمد، الايه بتقول ان واحد زائد واحد ما يساويش اثنين، بتقول ان الواحد الصحيح يمكن ان يقسم الى خمسه ارباع مثلا، وهو لا يقسم الى اربعه ارباع. دلوقتي الاخ مازن قال ان القران فيه مشاكل، وقال ايه خلق الجنين، انا كاتبهم اهو، من غير عمد حقيقة خلق الإنسان، هذه كل الأشياء التي هو ذكرها. الآن أنت تدعي أنها غلط، ما هي المعايير التي استخدمتها وكيف استنتجت أنها خطأ؟ وأشرح لنا حتى نحن نصبح لا نؤمن بهذا القرآن، تفضل. أولا أنا غير معني أنت تؤمن ولا لا تؤمن، ده قصتك أنت ومشكلتك أنت. ماشي. أنا معني حاجة بسيطة جدا، أنت دلوقتي سألتني إيه المعيار، قلت لك آية الميراث الموضوع المعيار فيها الاحتكام للرياضيات. ليه؟ لأنه هو اللي قسم الموضوع بحسب الرياضية، فأعطى ثمن وثلث وربع ونصف إلى آخره بهذه البساطة. هو المعيار القرآن اللي حدده هنا. إيه هو المعيار اللي هو حدده؟ الرياضيات. طيب. بسيطة سهلة نجاوب بقى. طيب أنت الآن قلت هربت من السؤال وراوغت، لكن أنا سأمشي معاك. هل أنت اللي بيهرب؟ هو لم يهرب من السؤال. هل أنت الآن لحظة هل أنت رب؟ لكن لحظة أنت الآن جاي تقول أنه هذا الرب أخطأ، سألتك على المعايير بتقول لي الثمن والربع. طب هو عايز يدي الثمن وعايز يدي الربع، إيش مشكلتك أنت؟ مشكلته إنه هو أخطأ في يعني في التقسيم، في التقسيم مثلا 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 الواحد الصحيح يمكن أن يكون فيه ثلاثة أثلاث، ثلث وثلث وثلث، صح؟ لكن لا يمكن أن يكون فيه ثلثين ونصف. أثبت لي أن الله في الثلاثة أثلاث جعل أربعة أثلاث، تفضل يا مازن اشرح له العوام. طيب. أولا يا عزيزي أنا ما قلتش الله أخطأ، برضو انت تتقول علي كلام انا لا عاد هذا ولا لعب هذا ولا لعب لا 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 سامحني لا سامحني 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 الان انت تغالط نفسك تغالط جمهورك اسمعوا طيب انت قلت ان القران اخطا والان دلوقتي تقول القران لم يخطا يصلي على النبي يا صاحبي عاد شو الكلام الفاضي يا دكتور محمد لا عاد لا لا يا احمد صرنا نضحك على الناس دلوقتي هو قبل شويه تسجيل مسجل يا أستاذ أحمد قبل شوية قال القرآن فيه لحظة قال القرآن فيه كمية أخطاء يا محمد يا دكتور محمد هو القرآن أخطأ لم يقل الله أخطأ لأنه لا يعتقد أن القرآن جاء من عند الله قال القرآن أخطأ أوكي بسيطة والله مش محتاجة يعني لحظة يعني حاول تسمع الكلام مش اللي في دماغك قليلا يا دكتور من فضلك لا داعي لهذا تلاعة والله العظيم أنا مخي يعني القرآن شيء والله شيء خطأ رياضي فادح هل تريد أن تفهم هذا الخطأ إذا كنت لا تعرف قضية العول هو يستطيع أن يشرحها لك الآن طلبت منك أنا طلبت منك أين الخطأ لم تجبني وقلت لي ثمن وخمس وربع يجيبك مازن يجيبك أعطينا الخطأ الرياضي اشرحه أنا طالب عندك شوف وأنت أستاذي أنا أخذ قلم وسأتعلم منك آية العول تفضل أعطينا الأخطاء أوكي تفضل يا مازن طيب شوف يا أستاذنا لما تيجي تقول لي أن هذا الكتاب من عند الإله هذا ادعاء أنا أمسك هذا الكتاب وأفحصه وجدت فيه أخطاء بقول هذا الكتاب خطأ ومن يدعي بأن هذا الكتاب هو من عند الله هذا الإدعاء غير حقيقي علشان كده أنا قلت لك الأخطاء في القرآن ما أنا ما قلتش أن الإله اللي أخطأ أنا قلت لك لا يمكن أن يكون هناك صانع لهذا الكون وأن يخطئ خطأ بسيط في الحساب نيجي الآن لمسألة العول في الإسلام الآن على حسب الآية أنا الآن توفيت وأنا مسلم وتركت ثلاث بنات وزوجة وأب وأم طبقا لآية الميراث يا أستاذنا أبي له كم في 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 التركة أنا طالب وسأستمع إليك تفضل طيب الأب له السدس والأم السدس والثلاث بنات لهم الثلثين والزوجة لها الثمن لما نيجي نقول ان كل حصة من هذه الحصص هي عملية جمع كسور اعتيادية ببساطة فيبقى عندي هنا سدس وسدس هو ثلث
ثلث والثلثين بتوع الثلاث بنات ادي كده الميراث انتهى، التمن بتاع الزوجه فين؟ ايه التمن حق الزوجه. من البؤس في الرياكشن بتاع دكتور يا احمد، والله والله الاخ ده بيهرج، اقسم بالله العظيم اقسم بالله. يعني انت دلوقتي بحثت في القرآن وما لقيتش الثمن، فقمت انت قلت الكتاب ده غلط صح؟ ايوه طبعا لازم يكون غلط. لحظه خلص خلص الضحك بتاعك، خلصت الضحك. يا مازن يا مازن اسمع هقول لك حاجه، هقول لك وقف اسمع اسمع يا مازن. لا مفيش اسمع اسمع انت، احنا سمعناك احنا سمعناك انا دلوقتي تسمعني. لا انا سمعت دلوقتي دول الضحك. لا 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 ما خدتش وقتي دلوقتي انا هتكلم. انت انا المفروض اسمع، انا المفروض اوقف الحوار معاك من لحظه قلت لي لما قرات القران وجدت ايه واشتعل الراس شيئا، شايف من الحته ديت انا المفروض اوقف الحوار معاك لانك اثبتت لي اثبتت لي انك لا ليس لك عقل. يا دكتور هو ذكر لك فضيحه رياضيه في القران فانت عندك ان انت تضحك. انت لحظه يا استاذ احمد وانت بتضحك كمان لحظه استنى انا ضحكك على الضحك. الراجل ده القران فيه 6000 ومش عارف كم ايه، لم يجد في القرآن كله إلا آية وعجبته مع آية تانية حلوين كمان عجبوه واشتعل الرأس شيبا. أنا عايز أسألك، هل قرأت في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ لحظة سامحوني معلش احنا ما زلنا في القران. عبد الحميد استناني يا محمد استناني عشان احنا ما زلنا في القران. عايز في كلمه بس، عايز كلمه سر دلوقتي. انا بسالك هل قرات في القران ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ولا لا؟ خلصت كلام؟ ايه هل قرات ولا ما قرات؟ حط المايك بتاعك على الميوت بقى وما تقطعنيش. ابشر هحط على الميوت. طيب الضحك بتاعك لما ذكرت مساله العوله في القران اما انه ضحك الجاهل بالمسألة وبتاريخية المسألة وبتاريخية مشكلة العول في القرآن، لأن هذه المشكلة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كانت مشكلة حقيقية وافترق الصحابة في طريقة الحل، ولو لم تكن مشكلة لما انقسم الصحابة في الحل، وأهل السنة والجماعة حلوها بطريقة والشيعة أخذوا بقول آخر وحلوها بطريقة تانية. كون أن أنت بتضحك لتهون من أمر هذه المشكلة والمعضلة التي ظهرت في خلافة عمر بن الخطاب، إما أن هناك جهل بتاريخية المسألة وبأهميتها، وإما أنه للتسخيف من قدر الشخص اللي أمامك وتقديمه لهذه الحجة. فالآن حضرتك أكثر من مرة في النقاش تقولت علي بكلام لم أقله، وعند الاستدلال وعند التبيان وجدت أنك تعلم جيدا ما الكلام الذي أنا قلته، ولكنك عامدا متعمدا وليس عن سهو أو عن نسيان أو عن عدم استماع، بل عامدا متعمدا وأنت تدرك وتعلم ما الذي قلته بلساني وتحرفه. مسكتها عليك 3 مرات. بعد كده قلت بدراسة، عندما ألزمناك بأن تأتي بالمصدر للدراسة لم تأتي به وسحبت الموضوع. اللي بعدها أكثر من مرة أنت تشخصن في خلال النقاش وتدعي أشياء وأنا مررتها. الآن تعتذر عن الضحك الهستيري اللي انت ضحكته وتتوعد ان من هذه اللحظة اذا مرة واحدة انت قولتني ما لم اقله وتقولت علي او ان انت شخصنت اثناء النقاش، النقاش هيعتبر منتهي بيني وبينك، وانا مش هكمل قبل ما توعد بهذا الوعد. اولا تعتذر عن الضحك، ثانيا تعد بأن أنت من هذه اللحظة أي تقول علي هينتهي النقاش. تفضل. شكرا أخي مازن، أنا أعتذر عن الضحك وإن شاء الله لن أتقول عليك، بس أنت فهم كلامك عشان أنا أفهمه ويكون واضح. طيب دلوقتي نرجع لموضوعنا. أستاذ مازن أنا بسألك، هل قرأت إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ هل قرأت الآيات ديت ولا لا؟ قرأتها. ايه رأيك فيها؟
عادية، ما في أديان كثيرة عندهم نفس المعاني تقريبا، لم يأتي القرآن بجديد. سيبنا من الناس، هي الآية دي تأمر بشيء جميل ولا بشيء وحش؟ لا، شيء لطيف، ما فيش مشاكل، لطيف، شيء لطيف جميل، لماذا سميه زي ما أنت عايزه، شيء إيجابي يعني، حاجة إيجابية. ها، طيب هل قرأت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ فيها مشكلة ضخمة، إيه هي المشكلة؟ هل هناك رد لقضاء الله؟ هو الله يقضي بالشيء ولا يحدث؟ إزاي قضاء الله رد؟ الله يأمر، قضى وقضى سبحانه. ربك، هل قضاء الله نافذ أم لا؟ لا، قضاء الله هذا الذي هو قضاه وجعل البشر مخيرين فيه، ليس قضاء ملزم الله الإنسان. وقضى رب. الآن هذه الآية فيها كلمة خيار، ماذا تقول، محبوب ماذا محبوب. يقول نص الآية؟ لا، أنت ما تقدرش تفهم القرآن من آية واحدة، القرآن هو قرآن لأنه مقرون وآياته تفسر بعضها وهو مقرون، اسمه قرآن. فأنت ما تجيش تاخد لي ويل للمصلين وتقول لي أهو ربك قال ويل للمصلين. أنا سألتك هل وبالوالدين إحسانا حاجة حلوة ولا وحشة؟ أنت ما سألتش على دي. ممكن للمرة تسمح لي الثانية بحاجة يا أستاذ أولا مازن؟ أولا استدلالك بأن القرآن لأنه مقرون، هذا لا يوجد إجماع عليه عند أهل اللغة ولا عند أهل أستاذ القرآن مازن ولا عند أهل الصنعة. يا ثم عمي، القرآن، اسمع لحظة، ما قطعتش، اتعلم تسمع وما تمررش حاجات غلط. القول بأن القرآن سمي قرآنا لأنه مقرون لا يوجد حتى شبه اتفاق عليه. القرآن سمي بقرآن، هناك عدة أقوال في الموضوع عند أهل الصنعة وعند من اشتغلوا بعلوم القرآن. ده رقم واحد. رقم اثنين، سؤالي ببساطة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء الآن لتصرف المعنى وتزيد من عندك كلمة اختيار، هذا الصرف، هذا التأويل بقرينة من داخل الآية أم من عندياتك؟ طيب سأجيبك، هل كل قضاء نافذ أو هنالك قضاء فيه استئناف ومحكمة ابتدائية ومحكمة استئناف؟ إن كان الإله صانع هذا الكون يقضي ولا ينفذ قضائه، فهو غير جدير بالعبادة، غير جدير بالعبادة أصلا. جميل، متى هذا الحكم؟ إن قضى صانع الكون أمرا ولم ينفذ هذا الأمر، ولا يملك هو أن ينفذ هذا الأمر، نعم. لما كان جديرا بالعباده. ولذا وما اقوله بالمناسبه موجود عندكم في المدونه الاسلاميه، وارجع الى الاختلاف حول وقضى ربك الا تعبدوا اياه، وستجد هناك مرويه صحيحه بسند صحيح متصل على شرط المحدثين بانها قرات على قراءه عبد الله بن عباس ووصى ربك الا تعبدوا الا اياه، وانها ليست قضى ربك الا تعبدوا الا اياه. تفضل. جميل، الآن أنت اسمعني، هل هذا الآن القضاء لحظة الذي قضاه يا الله؟ لحظة يا مازن، لحظة يا دكتور محمد، لا لحظة عاد بس خليني أرد بفضلك. على الكلمة ديت لحظة بالذات، بفضلك. ديت لحظة بالذات بفضلك. لازم لحظة أرد عليها. بفضلك. ثواني لحظة ثواني بس بفضلك. ثواني، لحظة يا هل عزيزي، لحظة يا عزيزي، أنت اتفضل. تأخذنا في مواضيع يعني دون أن نكمل المواضيع التي نتحدث فيها، تأخذنا إلى مواضيع أخرى فرعية وهكذا. أنت تبتعد، لاحظنا جميعا والناس أيضا تكتب لي في التعليقات هنا وفي اليوتيوب وفي الفيسبوك، يكتبون أنك لم تجيب حتى الآن، أنت فقط اندهشت عندما سمعت بالعول، سمعت بأن القرآن فيه خطأ رياضي، عندما وضحه لك أنت اندهشت ثم ضحكت ضحكا هستيريا. أنا ضحكت على ضحكك وضحكت لدهشتك، منظرك كان جميلا جدا، لكن حتى الآن لم تجب. رأينا الضحك، رأينا الدهشة، لكن أنت لم تجب. طيب هل يمكن فعلا أن يكون في القرآن خطأ رياضي وبالتالي لا يكون من عند حاضر الله ولا شيء، يكون كلام محمد حاضر تمام، محمد لم يكن يعرف سأجيبك الرياضيات لأنه سأجيبك طبيعي أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب فلا يعرف تمام الرياضيات ولا يعرف تمام الحساب؟ تمام سأجيبك على هذا السؤال، كان ولكن يعد على هنالك أصابعي، محمد كان يعد على أصابعي الشهر صحيح وهكذا وهكذا. صحيح 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 صحيح. سأجيب على الأخ مازن ثم سأعود إليك. أولا أنت مازن تقول أن كل قضاء الله قضاه، إذا كان هذا الإله موجود أنت يجب، تسمع يا دكتور محمد، لحظة أنت عاد لا خليني أرد، عاد يجب أن هذا القضاء أنت لا يقضى. تسمع، أنا الآن لا أريد، من رأسي يا دكتور محمد، هل لديك إجابة مثلا عن هذا؟ طيب أنا لماذا سأجيبك، نعبد الله ونعبد الله ونصلي ونصوم ونعمل كل هذه العبادات إذا كان هذا الكتاب أصلا في أساسه
ليس من عند الله أساسا. يا أخي لا. لا. إذا كان هذا الكتاب فيه خطأ ببساطة في الرياضيات فليس من عند الله وانتهت القضية. يا سيدي الكريم. يا سيدي الكريم. أنت الآن قلت أن فيه خطأ. أنا قلت لك العقل يقول أني أنا وأنت خصمان. شرح لي الخطأ. عندما شرح لك الخطأ أنت اندهشت ثم ضحكت. نعم نعم. نعم نعم. اسمع. نحن خصمان. لا يستطيع واحد فينا يقول هذا خطأ، لازم جهة محايدة تحكم بيننا تكون عندها عقلانية، لأن المعايير التي أنت خطأ في الرياضة. أنا عندما أقول لك أن القرآن، أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أن واحد زائد واحد يساوي ستة مثلا، ها هذا خطأ. إما أن تقول أن الله لم يقل أن واحد زائد واحد يساوي ستة في القرآن، أو أنه قال واحد زائد واحد يساوي ستة، هو خطأ، خطأ رياضي فادح. طيب أوكي. اولا ارجع واقول لك هكذا. ارجع واقول لك بهذا الشكل. لا. طيب ارجع واقول لك ثمن. اسمع ارجع واقول لك هل هذا منطقي؟ هل هذا يجوز؟ لحظة. اولا ارجع واقول لك انتم تريدون أن تجعلوه خطأ وتلبسون الحق بالباطل وتؤولون كلام الله وتخرجون أحكاما من عند أنفسكم. تجداني معكم. اسمع اسمع عليك الآيات. نقرأ عليك. خليني أكمل. خليني لا إله إلا الله. نقرأ عليك الآيات. نقرأ عليك. يا ولدي لحظة. يهديك الله. الرجل قال كلام من حب. أنا تعهدت أن لا أضحك أرجوك. أنا الآن أريد أن أبين للأخ مازن أنه الخصماني لا يستطيع أحد فيهم أن يقول بأن ذلك خطأ. وحينما أسألك ما هي معايير التي وزنت عليها لا تعطيني المعايير. إذن أنت ما عندك أصلا معايير حقيقية. أنت على مزاجك. لا لا طيب طيب جميل. أنا الآن اسمعني اسمعني اسمع اسمع اسمع. أنت اندهشت. أنا لا أدري هل كنت تضحك على القرآن وخيبة القرآن أم تضحك على خيبتك. الآن نرجع لحظة. وين هذيك الورقة الأولى؟ نرجع الآن إلى بداية الأمر. يا أخ مازن أنت هذه الآيات التي حكمت عليها بأنها آيات فيها مشاكل وكذا، إذا تريدني أن أكمل معك في هذا أعطيني معايير التحسين والتقبيح عندك. تفضل. على فكرة أنت قلت لي ما تضحكش وأنت بديت تضحك دلوقتي. أنت لابد أن تعتذر. أنا كحيف. لا 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 لا. أنت ضحكت ولا بد أن تعتذر. ولا بد أن تعتذر. أنا أعتذر. أعتذر. فضل. معايير التقبيح والتحسين عندي هي نفسها عند شيخ الإسلام ابن تيمية. نحن لا نعرف شيخ الإسلام. نحن الناس اللي هنا ما تعرفوش. انت قل لي ما هي معايير التقبيح والتحسين وكيف تحكم على شيء انه قبيح او حسن. مثلما حكم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن في التحسين والتقبيح هناك أشياء يجمع البشر ويعرفون حسنها من قبحها، فالبشر كلهم يعرفون أن القتل خطأ، ويعرفون أن الإحسان حسن، ويعرفون أن الصدق حسن، وأن الكذب خطأ، وأن هناك أشياء يأتي الشارع بالشرع ليوضح الحسن من القبح فيها. هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. ما انتهيت. هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقض الأشاعرة الذين قصروا التحسين والتقبيح على الشرع، وانتقدهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم المذهب الوحيد الذي قال بأن التحسين والتقبيح فقط بالشرع. المعتزلة خالفوا، السلفية أهل الأثر والحديث اللي حضرتك بتدعي أن أنت منهم خالفتم الأشاعرة في ذلك، الماتريدية خالفوا، الإمامية خالفوا، فقط الأشاعرة. وإن أنت خالفت مذهبك، مذهب أهل الأثر والحديث في التحسين والتقبيح، وقلت أنك لا تعلم الحسن من القبيح إلا بالشرع، ألزمك إلزامات الأشاعرة، فيكون لديك أن الإله يستطيع أو أن تجوز أن الله يكلف بالمحال ويعاقب البشر عندما لا يستطيعون أن يفعلون المحال بالحرق إلى الأبد، ويكون في هذا تمام العدل والإحسان، ومنه يكون من حق هذا الإله أن يعذب الأنبياء والصالحين في جهنم، ويكون هذا تمام العدل والإحسان وتمام العدل والرحمة، وأن يدخل الكفار الجنة إلى أبد الآبدين، ويكون هذا تمام العدل. هذا يلزمك في صفات إلهك إن أنت قلت بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط. ف
فالآن إن أنت انتهجت منهج الأشاعرة تلتزم إلزامات مذهبهم، إن أنت التزمت مذهبك مذهب أهل الأثر والحديث في التحسين والتقبيح بأنه ينقسم إلى اثنين عقلي وشرعي، فنحن نلتزم هذا نفس هذا المذهب ونقول هناك العقلي وهناك الشرعي، الفقط عندكم الشرعي من الشارع الذي تدعون أنه الإله الصانع، وعندنا نقول أنه من القوانين الوضعية. أنا انتهيت، تفضل يا أستاذ مازن. بقالك بس ثانية قبل ما بقالك خمسة دقائق تحكي لي على ابن تيمية والأشاعرة. أنا سألتك سؤال، كيف نعرف الحسن، لحظة، كيف نعرف الحسن من القبيح؟ عايز جملة تعريفية واضحة بدون فلسفة. أستاذ محمد أنت انهكت مازن من الأسئلة وأنت لا تجيب على أي أسئلة. أنت لا، الراجل يحكي لي على الأشاعرة والماتوريدي أمام كمبيوتر. أنت الآن جاوبني جواب واضح كي أنا أرد عليك. لحظة، أنت أنهكته. سألت عشرات الأسئلة، هو يجيبك بالتفصيل. هذا مرهق جدا 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 ويبذل مجهود كبير جدا. لا لا أستاذ، لحظة واحدة. لكن أنت لا تحترم أسئلته، أنت لم تجب عن سؤال واحد من أسئلة. هذا غير منصف، هذا غير إنساني، حتى غير عادل، غير إنساني، يعني ليس فيه حتى رحمة لهذا الإنسان. اسمع، لأنه يحترم كل سؤال أنت تسأله إياه ويجيبه بمنتهى الدقة، هو يفهم ما يقول، هو يتحدث عن علم، يتحدث عن تجربة، يتحدث. أنت لم تجب على أي سؤال، هذا غير منصف. لن نستمر في هذه المهزلة حتى نهاية. طيب. يا أخي جميل، أنا سأتوقف عن الأسئلة. أنت الذي سألت عن أخطاء في القرآن وقد أتلك بأخطأ في القرآن. أنا سأتوقف، ستة. لا، أنا سأتوقف عن الأسئلة والميراث. هذا الخطأ. لا لحظة. لا أنت، لحظة بس أوضح لك حاجة. لا أنت ولا غيرك، ولا أنت ولا غيرك ممن عرضت عليه ما سماه بهذه الشبهة، قالوا إنها شبهة، لم يستطع أحد الإجابة عليهم. قالوا هذا كفر بالله العظيم وجحود لقدرة الله، ألا تعلمون أن الله يعلم كل شيء، كيف لله أن يخطف الرياضيات؟ هكذا كل ما فعله العلماء على مدى التاريخ مع هذا الأمر هو هذا الصياح، كيف لله ألا يكون عليما خبيرا؟ هل أنتم أشطر من الله في الحساب؟ هل الله دخل الحضانة مع الآلهة في مدرسة الآلهة؟ لكن لا أحد أجاب على مسألة العول أبداً على الزيادة، لأن الواحد الصحيح لا يمكن تقسيمه إلى واحد صحيح وثمن. طيب، بارك الله فيك، شكراً جزيلاً. الآن خليني أتكلم مثل ما أنتوا تكلمتوا. يا أخ مازن، أنت سألتك عن التحسين والتقبيح، لم تجبني وهربت. أرجع أسألك آخر مرة، كيف نعرف الشيء الحسن من القبيح؟ آخر مرة، أنت لا تحكي لي على شيخ الإسلام، تفضل. لا 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 لا، لحظة يا مازن، معلش. هل ستجيب عن هذه الخطأ؟ هل الله أخطأ في القرآن في آيات المواريث أم لا؟ فقط أنا قلت لك بأن هذه الآيات لو أنا جئتكم بألف حجة ستدحضونها لأنكم لستم أهل إنصاف، فأنتم عندكم فكرة في مخكم لن تغيروها. لكن هات نتكلم في ما هو أهم. هذا طريقة محمد، لو جئتكم بكل آية حتى يروا العذاب الأليم، لو جئتكم بكل آية لن تؤمنوا بها، أتنا بحق الجحيم بآية. الآن السؤال الأخير، هل هذه الطريقة هي الطريقة السليمة في الدفاع عن الدين؟ يعني نعم، ليس هنالك جهة محايدة تحكم بيننا، أنتم تريدون أن تكونون خصم وتكونون خطأ. فند لنا هذا الخطأ، قل لنا خطأ، كيف أنه خطأ؟ الخطأ في عقولكم، الخطأ في فهمكم، في عقول. تعال إلى المسألة، تعال إلى المسألة. أنا أسألك يا أستاذ أحمد، أنت لحظة، هل يمكن أن يا ولدي سيبك من الواحد، أنت إزاي تحكم على الحاجة؟ هناك أب توفى، أنت إزاي تحكم الحاجة دي قبيحة أو حسنة؟ بس يا سيدي الفاضل، الله عندما قسم. نعم أحمد، أنا بس دقيقة مش هكون سمعكم، اديني بالضبط دقيقتين بس هروح ألبي نداء الطبيعة وارجع. أوكي. طيب يا أستاذ أحمد يا أستاذ اسمع، أب إحنا دلوقتي ولديه ثلاثة بنات، ولديه أب وأم، ولديه زوجة. تقسيم الميراث في القرآن بيقول أن الثلاث بنات يحصلون على ثلثي التركة كما تقول الآية، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، بياخدوا الثلثين، والأب والأم نصيب كل منهما السدس، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك، نصيب زوجته ثمن التركة، فلهن الثمن مما تركتم. تقسيم المجموع هنا يصبح واحد وثمن، ليس واحد صحيح. لا، ولهن ثمن مما تركتم.
إلا ولا هن الثمن مما تركتم إلا ما يكن لهم ولد لكم ولد ولهن الربع مما تركتم إلا ما يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب ممكن دلوقتي أرد. فإن كان لكم ولد فعشان في ثلاث بنات هياخدوا هتاخد هي الثمن. هذا الثمن من أين نأتي لها به؟ أنا دلوقتي ممكن أتكلم يا سيد أحمد. أنا دلوقتي أتكلم. لحظة. يا عمي قبل الآلة الحاسبة يا سيد قبل الآلة الحاسبة استنى شوية. أنتم الآن مشكلتكم أنكم تركتم القضية الأساسية وتأتون في مسائل الخلاف في الرياضيات. مازن قال لك يا عمي الخطأ في دماغكم أنتم أدمغتكم لا تفهم. اصبر. أنتم الآن تركتم القضية الأساسية وجالسين تتكلموا في مسائل خلافية. القضية الأساسية عزيزي لا 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 القضية الأساسية هي أنه لو كان من عند غير الله ولو به نصف خطأ فهو ليس من عند الله صح؟ يا سيد يا سيدي الكريم هذا ليس خطأ يا رجل خطأ في مفهومك أنت فهمت هذا احنا وضحنا لك الخطأ اشرح لنا التقسيم لو سمحت تعال نشرح احنا الآية بالقرآن تعال احنا دلوقتي اسمع يا سيد أحمد لحظة نشرح والله أنتم أنهكتموني في المسائل الخلافية أنا جئت من أجل مسألة مهمة لحظة نشرح للجمهور لا نشرح الآية للجمهور الآن لدينا في القرآن ماذا يقول القرآن عن نصيب البنات يا أخ أحمد الله يرحم الوالدين هذه مسألة خلافية فقهية دلوقتي احنا نتكلم خلافية فقهية يا عزيز لا اسمعني يرحم الوالدين انت الآن لماذا تتكلم هذه مسألة عجز المسلمين ان يجدوا حلا لها انا اسألك سؤال قالوا انت كأحمد لما تدخل قبرك هل سيسألك الله عن هذه المسألة جاوبني يا عزيزي جاوبني لا جاوبني انت ستسأل في قبرك ويوم القيامة عن هذه المعضلة جاوبني لن تسأل إذا سيبك من الكلام الفاضي ده إذا كان الله إذا كان القرآن فيه خطأ رياضي فلن يكون لا 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 القرآن لم يأمرك بأن تبحث في آية هذه أمرك أن تقول لا إله إلا الله من بالقرآن يا دكتور محمد يا أنت لا تؤمن بالقرآن ما في مشكلة أنت مش قاعد في الجامعة أنا لكن هذا كان ليس من عند الله بدليل يا عمي اسمع أنت الآن لم تجد أي دليل أن ترد على هذا الخالق فذهبت تبحث على مسائل خلافية ومن هنا وعايز تطلع حاجة أنا الآن أسألك هذا الكون له من يديره ولا شغال بنفسه كده جاوبني حدث أحد عن أي شيء حتى تجاوب على الخطأ التي أنت الذي أنت ليس خطأ أنت وأنت تتهرب وأنت الآن لا تريد المناظرة أنت الآن تتهرب ولا تريد المناظرة السؤال السؤال يقول هل لهذه الدنيا رب يديرها أو لا مش بقالك ساعتين بتتكلم معايا وطلبت أخطاء في القرآن وكتبت ورايا خمسة رد على الأول فين الرد؟ ليست أخطاء أنت افتعلت الخطأ سألتك ما هي المعايير لم تعطيني معاييرك ما هي المعايير؟ للمرة المليون اسمعها كويس المرة دي بص اسمعها المرة دي عشان ما تقولهاش تاني اسمعها تقسيم الميراث هي عملية حساب رياضي معيارنا هو الرياضيات جمع وطرح الكسور الاعتيادية عملية بسيطة جدا أي طالب في المرحلة الابتدائية يستطيع القيام بها بما ان هي عملية رياضية يبقى المعيار اللي بنحكم بيه على صحة العملية الرياضية هو الرياضيات عندكم يا مسلمين رياضيات غير اللي احنا نعرفها يكون فيها الثلثين زائد السدس زائد السدس زائد الثمن يساوي واحد عندكم رياضيات احنا ما نعرفهاش ولا المشكلة دي ظهرت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فعلا وقعدوا وازاي نعملها ووقعوا في حصبيس ويجي عبد الله بن عباس يقول حل ويجي واحد يقول حل ويقعدين يتفقوا ويلاقوا لها حل وبعدين يخلوها الاهل السنه والجماعه يحلوها عن طريق الاسهم يحولها طيب. لعمليه اسهم وانصبه والشيعة ياخدوا بقول عبد الله بن عباس ويمشوها بالتراتبيه يدوا الانصبه الاول على حسب التراتبيه اللي موجوده وكل واحد يحلها غير الثاني ليه في حلول احنا ما بنقولش ان انتوا كمسلمين ما حلتوهاش انتوا وجدتوا لها حلول بس لماذا حليتموها لان هي مشكله سؤالنا بس بقى بس هقول لك على حاجه يا مازن ليه هي مشكله
هم عدلوا بالحلول دي عن قسمة الله في القرآن لأنها قسمة مستحيلة. طبعا ليه هل انت بتحل ان ما كانش فيه مشكله يا احمد، ولا انت بتحل لما يكون فيه مشكله؟ فسؤالنا لماذا هي مشكله؟ لماذا النص الالهي اخطا في التوضيح؟ يا شباب يا شباب في هذه المساله هم محل يا شباب هم عدلوا يا شباب يا شباب الله يهديك اخرى الله يهديك الناس تتفرج فينا احتفظوا بالقسمه القران شكليه فقط. اسمعني اسمعني الناس دلوقتي بتتفرج فينا. سؤال الحلقه ولقاء الحلقه يا مازن ما تهربش للاشياء المختلف فيها وتكلم معايا في الاشياء الاساسيه. هل هنالك دين؟ اسم الحلقه دي كانت بتتكلم عن ايه اصلا؟ لحظه يا سيد الكريم، انت لا يحق لك لا يحق لك لا أنت شيء لا تؤمن به لحظة أنت شيء لا تؤمن به وقلناها لك وقلت أنك سترد علينا يا عمي لحظة أنت كيف تحكم عن شيء أنت لا تؤمن به وأنت في نفس الوقت تقول خطأ أنت لا تؤمن أنه أصلا هنالك قرآن أنا أؤمن بهذا الكلام لمدة 30 سنة من عمري لا لا لا, لا, لا. اكتشفت أن كله أخطاء أنت الآن المسألة دي أنت الآن هوضح لك المسألة دي على أن في القرآن أخطاء أنا الآن عايز أسألك هل الأخطاء دي هي التي أخرجتك من الإسلام؟ جاوبني. لحظة شوف 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 هذه شوف مازن بيعرفك هذه برتقالة لو قلنا برتقالة دلوقتي برتقالة وقسمناها إلى ثلث وسدسين وثمن ثلث وسدسين وثمن وثلثان يا سيد أحمد يا سيد أحمد نرجع إلى موضوعنا لأنكم الآن أنتم ثبت بالدليل أنكم ليس لكم حجة نتكلم الآن في الخلق والخالق اسمع اسمع لا والله أنتوا اللي مسكين أنتوا مسكين كده بص أنتوا عاملين كده آية العول آية العول السدس الخمس يا عم سيبك من الكلام الفاضي الناس عندها عقول وتفهم الآن أنت لماذا تركت الإسلام عشان آية العول أنت ليس لك أي حق في آية العولة أيوه. أنا تركت عشان آية العولة ها اللي بعد طيب. أنت تركت آية العولة رجعني الإسلام تمام هل أنت قادر أن تطيق عذابه يوم يبعثك يوم القيامة؟ أجبني حلها لي ورجعني الإسلام لا أنت الآن قلت من حقي أن أجحد وهذا الإله لا أريده إذا بعثك يوم القيامة حلها لي الإله الذي يخطئ في الرياضيات أنا كافر به جميل جدا ده الإله اللي أخطأ في الرياضيات يوم القيامة لما يبعثك هل أنت تستحق العذاب ولا لا تستحق لا ما تستحقوش وحط إصبعي في عينه وأقول له أنت أخطأت في الرياضيات فأنت لا تستحق أن تكون إلها طب إيش رأيك أنك أنت اللي كنت تقول العقل هو الأداة أنت الآن بينت أن ليس لك عقل كيف تحط إصبعك في عين إله وهو رب وهو سيحرقك ويعذبك انت جريندايزر سوبرمان انت للدرجه دي زي ما ابليس تحداه انا بتحداه عادي على فكره طب اذا 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 انت اله حقيقي لا يمكن ان تخطئ في الرياضيات جميل اذا انت اثبتت الان امام الجمهور انك لا عقل لك لانك لحظه انت الان تقول لا نجيبك على شبهاتك التافهة أنت الآن تقول لو شفت الإله أنا ححط إصبعي في عينه يعني أنت الآن مجنون رسمي لأنك تستطيع أن تتحدى الرب الجبار وأنت ترى النار ومستعد تروح للنار إذن أنت لا عقل لك أزيدك من شعر ولا لب لك أزيدك من شعر أتحدى إلهك وأني رغما عن أنفه سأعيش من اليوم إلى غد وسأكون بالغد موجود وأتحدى إلهك أنني على قيد الحياة الآن رغما عن أنفه وإن كان موجودا فليثبت أمام كل المئات الذين يشاهدون البث وينهي حياتي الآن أنا الآن أقول أنني على قيد الحياة رغما عن أنف إلهك جميل أترجاكم أترجاك دكتور أترجاك من بعد إذن الجميع من بعد إذن الجميع من بعد إذن الجميع أنا ما تكلمت نهائيا من بعد إذن السيد أحمد حرقان إذا بيأذن لي السيد أحمد تأذن لي بالكلام فضل أجاك سيدي دكتور محمد والأخ مازن منذ بداية هذا الحوار إلى هذه اللحظة
وأنا أراجع جميع الحوارات التي دارت بكل صراحة وما يمليه علي ضميري. دكتور محمد أنت رجل يعني أسلوبك في الحوار ركيك جدا، أحييك. سيد مازن 90% هو يتغلب عليك في جميع الحوارات التي دارت. لقد تسببت لنفسك بأكثر من اعتذار، وأطلقت ضحكات كثيرة تدل على السخرية لكلام محمد. وضعوك في مسألة الميراث، عرفت، وقالوا لك بأن هناك خطأ رياضي، لم تستطع الإجابة نهائيا. وأعطوك أكثر من 5 أخطاء موجودة في القرآن ولم تجد على أي خطأ منهن نهائيا. أنت رجل يعني أنا أراك غير كفؤ لهكذا حوارات. طيب، أولا أخي الكريم، هذه النتيجة التي أنت خرجت بها، أنت لست حكم وإنما أنت خصم، والخصم لا يكون رأيي. هذا رأيي، هذا رأيي الشخصي. هذا رأيي الشخصي. دلوقتي تسمع، دلوقتي تسمع، أنا احترمتك، تسكت تسمعني. أولا أنت خصم ولا يحق لك أن تكون حكم. لو عندك عقل كل الشرائع وكل المواثيق الدولية تقول الخصم لا يكون حكما، فأنت حكمك باطل مردود على وجهك، وأنت ظالم ومفتري. ده رقم واحد. رقم اثنين ثبت الآن بالدليل أن الأخ مازن ليس له عقل وأنه ليس له لب، لأنه قال، اسمعوا ماذا قال: لو رأيت الرب، هذا الرب، سأضع صباعي في عينه. هذا المخلوق الذي لا يقدر أن يمسك بوله وغائطه ويقدر أن يتغوط على نفسه سيضع إصبعه. أنا بتحدى إلهك إن أنا عايش الآن وإلى أن أستيقظ من نومي غدا رغما عن أنفه. طيب أنا سأرد. أنا ما قطعت، ولا يستطيع معي شيئا. طيب، لا يستطيع معي شيئا. صحيح. والآن أنا أتحدى إلهك أمامك وأمام الجميع أنني على قيد الحياة الآن، وأنني سأنام وسأصحو رغما عن أنفه. جميل، أنا سمعتك دلوقتي، لا تقطعني. فأنت الآن قلت سأضع صباعي في عين الإله. أنت أيها المخلوق الذي لا تمسك بولك وغائطك تريد أن تضع إصبعك في يد أو في عين الخالق، هذا دليل على جهلك. لو كنت ذو لب لقلت سأعتذر، ولكنك لا عقل لك وأنت لست لك لب. ده رقم واحد. أما أنك أنت عايش، فأبشرك أن هذا الإله قال لنا وأخبرنا بحالك قبل أن تقول، فقال لنا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. لو أنت بتفتخر هذا كلام الفارغ يا دكتور محمد، هذا كلام الفارغ يا دكتور محمد، يا دكتور محمد، هذا الكلام الفارغ الذي تقرأه أنت علينا، هذا لا تفهم أن لا مش فارغ، ده كلام الحق. فلو أنت فرحان دلوقتي، هذا كلام محمد، هذا كلام فارغ. لو أنت دلوقتي فرحان عشان عايش، أبشرك بجهنم. يا دكتور محمد، لو كان هذا كلام من عند الله لما وقع في خطأ رياضي بسيط. لا 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 لا، ليس خطأ رياضي، أنتم مخطئون وأنتم تكذبون وتفترون على الخالق، وعقولكم جامدة ولا تفهمون. اقرأ آيات المواريث في سورة النساء. أنت في بداية الحلقة سألتك ما هو العلم، لا تعرف العلم، وجاي تتكلم على الخالق، أنت تجهل العلم أصلا، ما تعرف العلم. والراجل اللي جنبك ده لا يعرف الحق من الباطل ولا يعرف حتى العقل. بيقول لك العقل أداة لكي تميز. لهم سألته: إذا وجدت الرب هل تعتذر؟ قال لك ما بعتذرش. يعني ده لا عقل له ولا لب له. ولو كان له عقل لقال سأعتذر كي لا أدخل النار، ولكن ثبت بالدليل أن هذا الإنسان ليس له عقل. ثم أكثر من ذلك، هذا الإنسان يقول: لو ربك ماذا نفعل؟ لو ربك موجود لماذا لا يتوفاني الآن؟ أقول لك أن الله موجود وأن الله أكبر. استنى يا دكتور، استنى، ماذا نفعل مع الدكتور؟ وقال لنا: ولو يعجل بهذا القدر هذا المساء. ليش تسكتوا فيها؟ ليش تسكتوا فيها؟ خلي الناس تعرف. مش عاوز تسكت يا اخي خالص، مش عاوز تسكت. لا، انا اقول الحقيقه. فانا بقول لك يا مازن، لا يغرك انك عايش دلوقتي، بكره جهنم وبئس المصير. ما تخافش، جهنم محمد تنتظرك. دكتور محمد، تنتظرك. اصمت قليلا. ثم يا عم، يا مازن، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا. يا ايه يا جماعه، نعمل ايه؟ طيب استنى يا دكتور،
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. يا مازن جهنم جهنم نار نار حتاكلك والله حتدخل في دمرك وتطلع. الموضوع دخل في الأدبار ولا حاجة. أنا مش عارف. الموضوع دخل في أعراض. هم ما بيتزنقوا كده يا أحمد. هو يتزنق ويبتدي يظهر على حياته. يدخل الموضوع في مساحات صعبة جدا. أوكي يا جماعة، أنا كان نفسي آخد كل المداخلات الأصدقاء اللي طالبين مداخلات، بعتذر ليهم جدا. لكن يعني نكتفي بهذا القدر هذا المساء. بكرة نكمل. معلش انا اسف جدا لكل الاصدقاء ما قدرتش اخد المداخلات بتاعتهم. شكرا جزيلا مازن، شكرا لجاك جاك الثاني ومحمد عبد الحميد وكل الاصدقاء. تصبحوا على خير. شكرا لكل الاصدقاء. معلش ومرسي على البث وعلى المتابعه وعلى شكرا جزيلا. وشكرا للناس كلها بصراحه وعلى المتابعه. شكرا لكل الناس اللي صبرت معانا والناس اللي ومعادنا بكره. ومعادنا بكره لما اصحى على قيد الحياه رغما عن انف الالهه. الى اللقاء. اتمنى الله على خير يا عزيزي. انا طالع من المستشفى مش متاكد.